ايه شغال هوا 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 ما نضحكش يعني. طب امال ايه يعني هوا هوا ما داخلين نصلي مثلا؟ ايه انت مخرج غريب، ما الاستوديو محراب ولكن مش مقدس، محب من محراب العمل، وشغل التكييف وخلي عندك ضمير على كده اتحررنا. بجدد التحية بحضراتكم أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتحنا الاستوديو التحليلي. طبعا خليني اكون صادق معاكم، لن نستطيع ان ننعزل عن الاخبار اللي جايه لنا. بيان برزنتيشن، خبر عاجل دلوقتي، خصم 6 نقاط على الموقع الرسمي الفيفا من نادي الزمالك، كمان حاجات مهمه جدا. ولكن خلينا نفصل بشويه كوره، خلينا بس نرحب بضيوفي الكبار. معي ومعكم اليوم صديقي العزيز من اليمين، نجم مصر الكبير والمحترم الخلوق، برنس الاهلاويه يعني جنتلمان كده، وحد يعني صاحب الشعر الهفهاف، صديقي العزيز الكابتن محمد فاروق، جايب لكم من اوروبا، خليته قطع التذكره مخصوص على حساب البرنامج عشان يجي النهارده. كابتن فاروق مساء الفل. عسل عبد الناصر، مساء النور عليك يا حبيبي، سعيد بوجودي معاك. انا قطعت طبعا التذكره وجيت جاري، انت تامرني يعني. وبعدين انا فوجئت طبعا بوجود استاذ عمرو الدريدي طبعا، وصديقي ورضا حبيبي طبعا، زميل ملاعب وصديق طبعا، فسعيد بالصحبه الجميله. ان شاء الله الحلقه تبقى حلقه تبقى جميله ان شاء الله. فوز الاهلي النهارده ده حاجه اجمل يعني، احنا هنتكلم يعني عليه. انت نجمنا الذي نعتز به في اول زياره لنا في كوره بلدنا، طبعا نعتز جدا بالنجم الكبير الكابتن محمد فاروق، اهلا وسهلا به فوق دماغنا. كمان عزيز على قلوب كل الاهلاويه، واحد المحترمين الموقرين دمس الخلق، نجم النادي الاهلي وابن الغلابه، لانه جه من المنصوره، ربنا كرمه في الاهلي، فهو سفير الغلابه اينما حل واينما كان. رضا شحاته من الناس المحترمين، لن ينسى الاهلاويه ولا اهله في قريه المخزن ولا الناس في كل الاقاليم. لما بيجي لنا نجم من الاقاليم وينور، بنبقى طول الوقت سعداء بيه وعشمنا فيه، بيبقى كبير. لاول مره معنا في كوره بلدنا النجم الكابتن رضا شحاته. كابتن رضا مساء الفل. اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا، منور. سعيد جدا انا معاكم النهارده طبعا، ويعني صحبه زي ما الكابتن فاروق بيقول ولا احسن ولا اروع يعني. ربنا يخليك. انا سعيد جدا معاكم النهارده، وان شاء الله تكون زيارات متكرره لبلدنا بلدنا ان شاء الله انت والكابتن فاروق. اما ضيفنا الدائم ومحللنا الكبير، الناقد الرياضي الكبير، صديقي العزيز، رئيس تحرير الاهرام سبورت الكترونيا، والمبدع دائما، الناقد الرياضي الكبير، الاستاذ عمرو الدردير. استاذ عمرو مساء الفل. مساء الفل، واهلا بيك، واهلا بالاخوه الاعزاء الكابتن رضا والكابتن محمد، طبعا بيمثلوا اجيال محترمه في النادي الاهلي طبعا، من الناس اللي الناس بيعتز بيها، واهدافهم لسه محفوره في ذاكره الجماهير حتى الان. نجمين عزيزين على النادي الاهلي وعلى مصر كلها، بيتميزوا بالاخلاق وبالاداء الجميل. الحقيقه حاجه يعني الواحد سعيد جدا اني معاكم النهارده. ربنا يا رب تكون حلقه جميله والناس ترضى عنها ان شاء الله باذن الله. خلي بالك فاروق ورضا من الناس اللي اخلاقياتهم جوه الملعب ودماسه خلقهم كانت منعكسه علينا واحنا بنغطي، لو تفتكر يا عمرو. طبعا يعني من الناس اللي انت تتكلم عليها، خلقه الرفيع جوه الملعب لا يقل ابدا عن سموه وخلقه الرفيع خارج الملعب. طبعا واحنا بنشهد لده للامانه يعني. الحقيقه حتى لما كانوا بيجيبوا اهداف كانوا شكلهم جميل وناس يعني. الحقيقه محمد فاروق ورضا شحاته نجمين كبار جدا جدا جدا، بنعتز بيهم، واعتقد جماهير الاهلي وجماهير مصر كلها بتعتز بيهم، لان فعلا نجوم من العيار الثقيل. انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ عمرو، استاذ عبد الناصر، يمكن احنا يمكن طلعنا ولقيناكم انتوا كنا اصدقاء. صح، دي حقيقة. فحتة الصداقة والامانة معانا كمان، احنا ممكن نكون صغيرين في وقت الاوقات، فممكن نقول كلمة او لفظ انتوا ما كنتوش بتكتبوها. ده مستحيل يعني. ممكن نكون احنا عشان يعني في بعض الخبرات ما كانتش موجودة عندنا، فاحنا ممكن نكون بنتكلم معاكم كاصدقاء ما كنتوش بتكتبوا. انا تعاملت مع فاروق كتير جدا على بشكل ممكن يصير اي جمهور، فبالتالي احنا دي علاقة جميلة وما زالت مستمرة. عشان كده وقت ما بنبقى موجودين مع بعض بنكن لبعض كل الاحترام. دي حقيقة. خلي بالك يمكن اشتغلت فترة
بغطي اخبار النادي الاهلي، وكان الكابتن محمد فاروق بيلعب، ولكن يمكن لم اسعد، كنت اعتزلت بقى الكتابه. الكابتن رضا شحاته لما جه على النادي الاهلي كنا في البدايات بقى، وقررنا نتجه الى الاعلام، ونبغ جدا في بدايه في بدايه ال 2000، واحنا من 2004 بدينا نتجه للشاشه لان كان وقتها بدايه زهو الشاشه. وبعد كده يعني كنت انا حتى وقتها كان رضا شحاته نجم منتخب الشباب في 2001، وبعد كده الاهلي لقطوا والقصه دي. فكنا وقتها بدينا نشغل زي دلوقتي السوشيال ميديا بدات تاخد الدنيا من الشاشه. صحيح. وهكذا الدنيا. فلم يسعفني الحظ ان انا اشتغل مع الكابتن رضا، ولكن سيرته سابقه. طيب مباشره نطير الى المباراه النهارده، ليله اهلاويه وعندنا اخبار كتيره جدا من كل الانديه، ولكن نبدا من عند الكابتن محمد فاروق. وعايز ابدا مباشره، وظلم الاهلي بهدف صحيح لوليد ازارو، ده الناس عايزه تسمعه. لا هو طبعا يعني واضح جدا استاذ عبد الناصر النهارده، يمكن تكون خطا يعني وده وارد. كره صحيحه 100% وهدف صحيح، لكن الاهلي في الاول والاخر فاز 2-0. كان ممكن المباراه تطلع باكتر من كده لولا وليد ازارو، لو كان ركز بشكل اكبر من كده على المرمى. في كوره في العارضه، وفي كوره بمنتهى يعني مش عايز اقول يعني عدم التركيز. كمان زميلنا احمد السيد محددها لك بالاسهم بالظبط. لا وجزئيه يمكن عارف عايز اقول حاجه، لو كانت النتيجه غير كده كان الحكم ده كان هيبقى الموضوع صعب عليه جدا. يعني لو كان الاهلي مثلا كسبان واحد كانت الموضوع هيبقى صعب، او التعادل مثلا، لكن الحمد لله ان احنا كسبانين 2، فالامور بالنسبه لنا مطمئنه الى حد كبير. فلا يعني طبعا هدف صحيح 100%، لكن زي ما بقول لك يا استاذ عبد الناصر النهارده النادي الاهلي ضيع مكسب كبير وتاهل مباشره للدور النهائي يعني بسبب الاهداف اللي ضاعت. يمكن باتس كارتنون تصريحه بعد الماتش بيكرع الجزئيه دي، ان احنا كان ممكن من خلال الاهداف اللي ضاعت كان ممكن نبقى مطمنين بشكل كبير في المباراه اللي هتكون ان شاء الله يوم 23 اكتوبر. لكن النهارده اداء رائع من النادي الاهلي، ويعني انا شايف شغل مميز جدا الخط الدفاع النهارده وكل اللاعبين الصراحه. الزعل النهارده بس على معلول باصابته، زعل على حسام عاشور باصابته، زعل على الاهداف اللي ضاعت برضه، دي المفروض نزعل عليها كاهلاويه. لكن مباراه رائعه النادي الاهلي تليق باسم النادي الاهلي ولاعيبته يعني النهارده. كابتن رضا يعني خليني اسال حضرتك سؤال. ايوه انت ضيعت، وكان ممكن تعمل اسكور وفاق سطيف، يعني انا رهنت على 3 اهداف، عشان كده زعلان جدا خسرت رهان عشاء. يعني كان صاحبي وصديقي العزيز الكابتن عصام العجر ومحمد حافظ، كنت بتكلم معاهم فكلهم كانوا خايفين من الماتش، قلت لهم 3-0 للنادي الاهلي. وفاق سطيف يعني صدمنا فيه، ولا لم يكن هو وفاق سطيف اللي نعرفه، ولا الاهلي اللي كان عالي جدا وكويس النهارده؟ لا هو الاهلي كان عالي جدا النهارده، وخلي بالك في مباريات بتبقى بالنسبه لك انت بره النهارده، انت مش في الفورمه بتاعتك. فمش معناها ان انا اقيس عليها اللي جايه. ايوه انا بس عايز الناس دايما تبقى معانا واحده واحده، واحنا في النادي الاهلي عموما دي الثقافه اللي موجوده حتى في النادي، المباراه واحده واحده، لان المباراه النهارده مش هقدر اقيس عليها اللي جاي خالص، مش مقاييس للي جايه ان تبقى سهله. المباراه اللي جايه صعبه جدا للنادي الاهلي، عندك غيابات مهمه جدا وعناصر اساسيه في الفريق، فانت محتاج تبدا من النهارده تفكر في المباراه دي وتبدا تشوف بديلك واحد او اتنين على حسب الاصابه اللي بالنسبه لك، لازم تبقى محضر ده. انما المجمل بتاع المباراه النادي الاهلي يقدم مباراه هايله اداء، ولكن في مشكله دايما في النهائيات وقبل النهائيات. ما ينفعش الفرص تضيع، لان النهارده هي فرصه واحده اللي هتجيلك في اللي جاي، لو المباراه اللي جايه هتبقى هناك هتبقى فرصه او فرصتين اللي هيقدروا يجولك. في النهائيات دايما الفرص بتبقى قليله، لو انت ما قدرتش تترجمها تبقى مشكله بالنسبه لك. مش هقدر النهارده اقول ان الحكم ظلم النادي الاهلي، انا شايف النادي الاهلي هو اللي ظلم نفسه النهارده بالاهداف اللي بتضيع. لا مبالاه بقى، مفيش توفيق، مفيش اي بند تحط تحته 100 خط، المهم ان انا النهارده كان لازم اخرج ب5 او 5 اهداف النهارده المباراه. وكان يمكن. كان يمكن، وتقدر تلعب المباراه الجايه بهدوء اعصاب، تقدر مرتاحية. عندك حلول كتير قوي كنت تريح نفسك بيها. انت صعبت برضو الامور الى حد ما، المباراه اللي جايه برضو انت مش قادر تقول ان انت صعبت بشكل نهائي. انما لو المباراه 5 كان المباراه كانت خلصت ليهم وليك، وخلصت ووضع الهدوء هيبقى احسن. الفكره كلها ان الناس مش قادره تفهمه، او الشارع المصري برضو مش قادر يفهمه، ان النادي الاهلي
في عز ازماته وفي عز مشاكله في خارجيه هو قافل وهو مركز في شغله. الناس فاهمه او قلقانه زي الرهان اللي حضرتك بتقول عليه من شويه. هو الرهان ده حصل ليه؟ لان الناس بدات تقلق على النادي الاهلي من الاحداث. بس انا مطمئن للاهلي جدا مع كالديرون، راجل منطقي جدا وعقلاني جدا وبيعمل اللي هو عايزه في حدود امكانيات لاعبيه. طبعا طبعا. وخلي بالك التوظيف اللي موجود في اللعيبه دلوقتي هايل. ده معناه ان في مدرب شاطر، مش معناه ان هو بيحط ناس وخلاص للوضع اللي موجود او هي دي اللعيبه المتاحه بالنسبه لي. لا بالعكس، هو على قد القماشه اللي معاه او اللعيبه اللي معاه بيقدر يشكلها ويقدر يخلي في شكل جماعي يعني واضح لينا. حمودي مفاجاه بالنسبه لي الفتره اللي فاتت، اداؤه كيرف طالع بشكل هايل. يمكن الفتره اللي فاتت كلها كنا بنتكلم، خليني اذكرك ان الراجل اللي ابقى عليها بالظبط، لانه كان متخذ قرار بتسويقه يعني الراجل ابقى عليها، فهو يبدو ان كمان الكيمياء متركبه مع الراجل في ارتياحيه. ما هي دي بقى تعاطي المدربين اوقات بتبقى حاجه ايجابيه للعيب، بيديله مساحه. خلي بالك ان اوقات مدرب بيطلب مني طريقه لعب عكس طريقه انا، فبيقول ان هو يعني هو مش ماشي مع الكيمياء بتاعتي، لا هو انت مش قادر توظفني انا بطريقه لعبي. هو حمودي ليه طريقه لعبه معينه، مع مدرب شاطر او مع مدرب فاهم الامكانيات بتاعها فين ويوظفها ازاي بقى واضح بالشكل اللي احنا شايفينه. واضح ان في حاله حب بين المدرب واللعيبه، وده مهم جدا. الناس دايما بتاخد ان الموضوع تمارين بس، هو مش تمارين بس، هي مش باور، وهو مش تحمل اداء وتحمل عام والكلام الكبير اللي احنا بنسمعه. احنا في مصر هنا الغالبيه العظمى بتلعب على حته النفسيه، ان انا ابقى مدرب مستريح معاه او مدرب انا مبسوط ان انا شغال معاه، فبيديك الاداء 100%. نقط صغيره كده بنحب نلمح عليها عشان تبقى الناس برضو معانا واحده واحده كده في الكوره، ويبقوا لامين الشارع بالظبط بيقول ايه. واحنا هنيجي للتفاصيل في اسئله مهمه جدا، ولكن برضه اخد الرؤيه العامه من الاستاذ عمرو الدردير عن مباراه الاهلي وفاق الصيف. لا انا عايز اتكلم على جزئيه التحكيم. يعني حضراتكم اتكلمتوا عن التحكيم، وانا عايز اركز على جزئيه التحكيم، لان الحقيقه هو ده مستوى التحكيم بشكل عام. الناس عندنا بتركز على الحكام المصريين بشكل مبالغ فيه. اهو حكام شفنا في قبل نهائي افريقيا، شفنا حكام عرب وشفنا حكام في قبل نهائي افريقيا، اهو في اخطاء واخطاء، لكن في النهايه هي دي حلاوه كره القدم بمشاكلها التحكيميه. فمش عايزين الاعلام ولا المسؤولين يبداوا يركزوا على موضوع التحكيم ده، لان احنا في الفتره الاخيره كان صراع وتركيز شديد على الحكام وعلى الكابتن عصام عبد الفتاح، كان مبالغ فيه الحقيقه. في اخطاء للحكام، في اخطاء للحكام، وهتبقى في اخطاء للحكام في الفتره الجايه، هتبقى في اخطاء للحكام. مشاكل التحكيم هتكون مستمره. التحكيم لازم طالما عنصر بشري هيبقى في اخطاء، لكن يعني رحمه بالتحكيم شويه، الناس تهدى شويه، لان المسؤولين بصراحه مركزين قوي على موضوع التحكيم. شفنا هدف اهو، هدف صحيح 100%، ده ازاره 100%، هدف صحيح 100%، وتمركز المساعد الحكم كان تمركز سليم، ومع هذا ما حسبهاش. جايبين ان التمركز سليم، التمركز كان سليم، ومع هذا ما حسبهاش. يعني الدنيا مش هتطير، لازم حتى يعني اسلوب المسؤولين ينعكس على اللعيبه، لان انا لو المسؤول متوتر وبيتكلم على التحكيم كتير، اللاعب في الملعب هتلاقيه متوتر وبيتخانق مع الحكم والمشاكل اللي احنا بنشوفها. لا، احنا عايزين الناس تهدى شويه، الدوري المصري لسه طويل، الناس تركز شويه في الاداء. اركز ان ازاي اضع جون ما اتحسبش، اجيب اثنين وثلاثه واربعه، اركز في انهاء الهجمه. بالنسبه للنادي الاهلي بقى، ارجع لمباراه النادي الاهلي، الحقيقه اداء النادي اللي كان اداء رائع جدا، اداء فيه اتزان شديد دفاعيا وهجوميا. النهارده تقدر تقول كل الفريق كان نجوم، في الدفاع كان الحاله جيده جدا، في الهجوم كان الحاله ممتازه، لكن يعيب النادي الاهلي زي ما يمكن الكابتن فاروق قال، انهاء الهجمه. انهاء الهجمه دي مهمه جدا جدا جدا، وزي ما الكابتن رضا برضو قال، ان المباراه النهائيه والفتره الجايه لا في صعوبه جدا، لازم انصاف الاهداف، انصاف الفرص، لازم اجيبها جوان. ما عنديش وقت ان اضيع. امام الوداد ازارو ضيع هدف مؤكد، كان غير خسرنا البطوله. هي النقطه عريضه بيتكلم في جزء مهم جدا. انت بتوصل لمرحله انك بتلعب فرق
قويه جدا. نص الفرصه لما هتيجي هتفرق معاك كتير جدا. لان الرد هتبقى عليك وحشه لو الفرص دي ما جاتش. مظبوط. مع فرق كبيره فرق قد ترد بخساره ليك. صحيح. يعني انت كنت راح تكسب قد ترد بخساره وخساره بطوله يعني. مظبوط. فهو انا ده اللي شايفه ان الاهلي لازم يركز على انهاء الهجمه في الفتره الجايه. أزارو بالتأكيد عنده مشكلة في الجزئية دي. هو مهاجم خطير هداف جيد جدا بس دايما اللي بناخده عليه انه هو بيجيب الأهداف الصعبة صعبة صحيح. وفي السهلة بنشوفه يعني ايه بيضيع كتير جدا. نتمنى للنادي الأهلي التوفيق في الفترة الجاية. نتمنى ان شاء الله يتوج يوصل للمباراة النهائية ويتوج. طبعا التمني حاجة لكن الواقع حاجة تانية خالص. صح. لابد ان النادي الأهلي ينسى خلاص الجولة الأولى. ده الشوط الأول انتهى خلاص نسيناه بكل حلو ومره. التركيز على الجولة الثانية مباراة الجولة الثانية اللي في الجزائر لأن هتكون مباراة صعبة بالتأكيد. هتكون جولة صعبة وحاسمة. ملعب ترتان الجمهور الظروف كلها صعبة. جمهور عنيف وبيشجع لآخر لحظة. فالموضوع صعب جدا للنادي الاهلي. مش معنى البطوله التاهل للنهائي لم يحسم من الجوله الاولى. فبالتالي الاهلي لازم يركز جدا في الفتره الجايه. المباراه الجايه لازم يعرف انها صعبه عايزه تركيز شديد جدا لكن ان شاء الله الاهلي قادر تخطي عقبه. يعني يمكن اهم حاجه خدناه من الحوار في هذا الجزء اننا نخدع باداء وفاق الصيف في القاهره. ده اهم نقطه. بالظبط. وان المشوار ما زال طويلا. طبعا انت بتلاعب فريق كبير اللي بيوصل للمرحله دي يا استاذ عبد الناصر يعني فريق مش سهل يقدر يرجع. لا انت تبص حتى للطرف الثاني الناحيه الثانيه اوجوستو الانجولي والترجي النهارده كسب الترجي 1-0. يعني ما تتخيلش ان حتى اسم النادي مش معروف ان هو يبقى ضعيف. لا هو وصل للحته دي. وصل للنقطه دي ازاي؟ وصل النقطه دي دليل ان هو فريق كويس. انا شفته حتى قبل ما مباراه الاهلي كنت بتفرج عليهم. لا النهارده سيسكا موسكو غلب ريال مدريد 1-0. يعني في دايما ما تتحسبش الكوره كده. المان سيتي كان بيعاني لغايه ما انا قمت مش عارف. لا 0-0 خلص. كسب 2-1. كسب كسب 2-1. انا كنت شايفه مش قادر يخترق دفاعات. طب كويس مورينيو لحق نفسه. يعني ده حاجه جميل. مان سيتي سوري انا قصدي على مانشستر يونايتد. انا قصدي انا 0-0 مانشستر. لا ما هو في مشكله مع مورينيو وخلاص بيتكلموا في البديل بدايه من الموسم الجديد. انا اتكلم في الفقره العالميه في الجزء ده. ولكن خليني بس اقف معاك قدام بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله وليد سليمان. وليد سليمان ما شاء الله طبعا. يعني فعلا ربنا يحرسه ويبعد عنه الاصابات. خلي بالك يا استاذ عبد الناصر دايما بيجي في النادي الاهلي واحد كده بيبقى هو محور الاداء لفتره. ودي حاجه كويسه ان هي ممكن ايه الفريق بيلعب بشكل جماعي بشكل كبير. اوكي. وده النادي الاهلي بيتميز بيه. ولكن تلاقي النجم ان هو محور الاداء بيبقى موجود. هتلاقي مره وليد سليمان، هتلاقي مره وليد ازارو، هتلاقي مره حمودي، هتلاقي مره مؤمن زكريا وهكذا. ودي في حد ذاتها بتبقى حاجه جميله جدا. ما بالك بقى لو كل اللعيبه في حاله فنيه عاليه. دي بتبقى حاجه ما شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي. فوليد سليمان في الوقت ده هو محور اداء الجيد للنادي الاهلي وهو اللي بيحول النادي الاهلي للشكل الهجومي الجيد. وده اللي شفناه حتى في المباريات اللي فاتت. فانا بحييه النهارده وليد ان هو بيستكمل مبارياته اللي فاتت والنهارده كمان بالشكل الجيد. يعني انا بالنسبه لي هو مان اوف ذا جيم النهارده بالنسبه لمباراه الوفاق ستيف النهارده. وليد سليمان هو اللي بيستلم الكره من نص الملعب، بيعرف يباصي جيد بشكل جيد جدا للاعبين اللي حواليه سواء بقى حمودي او اسلام محارب او وليد ازارو. لا وليد سليمان ما شاء الله متفوق بشكل كبير على نفسه بغض النظر عن الهدف ووجوده في مكان مناسب جدا. لكن هو وليد مركز، وليد عارف مسؤولياته بشكل كبير كلاعب كبير ولاعب يعتبر من كباتن النادي الاهلي في الوقت ده. المسؤوليه كبيره عليه فبالتالي هو عارفها وبيحفز زمايله كمان اللي حواليه. وده مهم جدا جوه الملعب لانك في وقت من الاوقات بعيد عن احمد فتحي كل خط لازم يبقى فيه كده واحد خبره. صلاح محسن
اللي شعر بألام في العضلة الأمامية رغم أنه وقت إشراكه كان قليل جدا، لكن يعني جاله برضو شد في العضلة الأمامية، إصابات عضلية كتير بيعاني منها النادي الأهلي، وهيتحدد موقف الثلاثي دول إن شاء الله وفقا للأشعة اللي هيتم إجراءها عصر اليوم. لكن زي ما كابتن فاروق قال، الأهلي قد يستعيد بعض من عناصره في مباراة العودة زي سعد سمير، زي عمرو السولية، زي كذلك مروان محسن اللي أصبح جاهز للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة. طيب ماذا لديك من ردود أفعال بعد المباراة؟ خلينا نقول يعني الجماهير النادي الاهلي القليله اللي حضرت المباراه يعني لا يزيد عددها عن حوالي 3000 متفرج، كانت سعيده بالفوز بقدمي وليد سليمان او براس وليد سليمان في الدقيقه 23 واسلام مخالف في الدقيقه 41. يعني حضر النهارده المباراه اغلبيه اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي باستثناء بعض الاعضاء اللي تواجدوا خارج البلاد. يعني بعد اللقاء في المؤتمر الصحفي كارتيرون قال انا بهدي الفوز للجماهير التي لم تستطع الحضور لمشاهده اللقاء، وقال كان بامكان النادي الاهلي انه يضاعف عدد الاهداف ويفوز بنتيجه تريحه في مباراه العوده، لكن قال انه سعيد باداء اللاعبين وربما الشوط الثاني قل الاداء نسبيا. قال طبعا الشوط الثاني المستوى ما كانش عاجبه، لكن في المجمل فوز على فريق كبير زي فريق وفاق الصيف بهذه النتيجه يعني بتريحه في مباراه العوده، لكن قال ان في مباراه عوده يجب الاستعداد عليها جيدا، وقال ان هو يعني لم يرتكز على نتيجه مباراه الذهاب. قال مباراه العوده هتبقى مباراه يعني صعبه جدا على ملعب فريق 8 مايو بالجزائر، مباراه العوده ان شاء الله هتكون يوم 23 اكتوبر. كابتن محمد يوسف ايضا قال نفس الكلام، وقال ان فوز صعب رغم اضاعه العديد من الفرص. قال كان في هدف صحيح لم يحتسب للنادي الاهلي، ولكن كان اكد ان الاهم هو عدم استقبال شباك النادي الاهلي لاي هدف، كان من المهم ان النادي الاهلي ما يدخلش مرمى هدف. قال عنده النادي الاهلي عنده شوط ثاني في الجزائر هيتم الاستعداد ليه مبكرا. وبالنسبه لغياب الجماهير، اكد طبعا غياب الجماهير اكيد كان ليه اثر على اداء الفريق، ولكن هو والجهاز الفني اتكلموا مع اللعيبه على ضروره يعني فصل هذا الامر تماما. يعني قال ان الاهلي خد عقوبه شريف اكرامي قبل اللقاء بساعات، كذلك غياب الجماهير قبل اللقاء بساعات، لكن الجهاز الفني فصل اللعيبه تماما عن هذه الاجواء، وتم تحديد هدف واضح وهو الفوز، والفوز بنتيجه تريح الفريق في مباراه العوده، اعتقد نتيجه الى حد ما مرضيه. الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي كان ليه تصريح بعد المباراه، قال ان الفوز اليوم ده مجرد خطوه للفوز بالبطوله، واكد ان الفريق النادي الاهلي كعادته لا يتاثر بالغيابات. قال ان الجهاز الفني واللاعبين كانوا في قمه تركيزهم ما قبل المباراه. قال ان الفريق كعادته دايما في ضغط مباريات، لكن هدفنا واحد وهو الفوز بكل المباريات. ايضا اسلام محارب قال سعيد بالهدف وسعيد بالفوز وسعيد بهذا الاداء، وقال ان هو ان شاء الله بيتمنى كمان الفوز في الجزائر والوصول للمباراه النهائيه وتحقيق هذه البطوله واهداها لجماهير النادي الاهلي. قال التحيه اللي هو عملها دي كانت موجهه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي تقديرا لدوره مع الفريق في الفتره الاخيره، يعني وحركته بالايدي هو وايمن اشرف واحمد فتحي، يعني تماسك الايدي مع بعضها كان يعني انها بتشير للتاكيد على قوه علاقه اللاعبين والجماهير وان هم ايد واحده دايما في الفتره الاخيره، واكد على مساندته طبعا للجماهير، واكيد هو عايز يكون الجماهير متواجده لمسانده الفريق في الفتره القادمه. خلينا نقول كمان اكرم توفيق كان سعيد بالمشاركه، ولو انه كان بيأكد ان يعني اكيد الفريق تأثر بالإجهاد شوية في الشوط الثاني، وكذلك ده نفس الكلام اللي اكده مؤمن زكريا، ولكن كان كل اجمع ان كان لابد من الفوز وكان في اضاعة العديد من الاهداف، ربما يعني هذه الاهداف كانت هتريح الفريق في مباراة العودة زي ما قلت يوم 23 اكتوبر. لكن خلينا نقول الاهلي عنده راحة ان شاء الله اليوم، هيبقى عنده ضغط مباراة بعد كده، عنده يوم الاحد 7 اكتوبر في مباراة مع الاتحاد بملعب السلام في الدوري العام، بعد كده هيكون عنده مباراة الداخلية في الدوري يوم 15 اكتوبر بدون اللعيبة الدوليين. يعني الاهلي جاله استدعاء خماسي من المنتخب سواء محمد الشناوي او ايمن اشرف او محمد هاني او صلاح محسن او مروان محسن، هؤلاء الخماسي ينضموا للمنتخب الاول في الفترة القادمة، كذلك ازارو جاله استدعاء من المنتخب المغربي، كذلك علي معلول من المنتخب التونسي، وبالتالي الاهلي هيعاني في مباراة الداخلية بسبب الغيابات. ربما تكون الازمة ايضا ان المنتخب الاولمبي بيسعى لاقامة لقاءين مع منتخب الامارات يوم 12 و15 اكتوبر، ففي حالة يعني اقامة هذا اللقاء كان الاهلي بيعول ان لاعبي المنتخب الاولمبي هيشاركوا معاه في هذا اللقاء، ربما تكون ازمة في الفترة القادمة بسبب ان الاهلي ياخد هذا اللقاء بدون الدولي
المصريين، موقف اللعيبه كمان خصوصا اللي هينضموا للمنتخب الاولمبي لم يتم تحديده بعد، لكن خلينا نقول النادي الاهلي بيسعى جاهدا كعادته دايما للفوز في اللقاءات، وكابتن محمد يوسف قال ان هيكون في استعداد كمان مهم جدا لمباراه وفاق الصيف قبل السفر مبكرا كمان تمهيدا يعني ان شاء الله الفوز والتاهل للمباراه النهائيه من بطوله رابطه الابطال الافريقيه. طيب طمنا على اغايه. خلينا نقول اغايه بدا يعني بالامس والنهارده كمان بيستانف برنامجه العلاجي، بدا مرحله جديده من التاهيل يعني بالجري حول الملعب، طبعا كانت خطوه كويسه جدا دي بالنسبه له ان هو يبدا هذه المرحله، يعني اغايه ان شاء الله يعود للفريق في القريب العاجل حوالي شهرين يكون متواجد مع النادي الاهلي، احد العناصر المهمه اللي كانت بتؤثر في اداء النادي الاهلي وبتغيب عن الفريق. كذلك طيب بدا يمشي طبيعي واستغنى عن العكازين ولا لسه؟ بالفعل بدا يجري جري خفيف كمان حوالين الملعب وتخلى عن العكازين تماما، وبالتالي يعني دي كانت مرحله جديده من التاهيل. اعتقد كمان اجايه يعني نفسيته معنويه عاليه جدا انه يرجع اكثر قوه بمسانده اللعيبه في النادي الاهلي. كذلك عمرو الفوليه بدا يشارك في المران ما فيش اي مشكله، واعتقد هيكون جاهز في لقاء الاتحاد السكندري زيه زي سعد سمير زي ميدو جابر اللي كانوا ممكن عندهم فرصه انهم يشاركوا في مباراه وفاق الصيف، لكن الجهاز الفني فضل يعني عدم تواجدهم بسبب عدم اكتمال لياقتهم البدنيه وشفائهم بنسبه 100%. طيب رمضان صبحي في مشكله في البطاقه بتاعته، قول لنا موقفه ووصل لفين. لا هو الاهلي بيستعجل الاموال الخاصه بيه حوالي 2,500,000 يورو، دي قيمه القسط المتبقي من صفقه بيع رمضان صبحي لفريق ستوك سيتي. يعني الكلام اللي بتقال ان هو هيرجع للاهلي لا اساس له من الصحه؟ اكيد كان في مفاوضات في فتره من الفترات، لكن انا معلوماتي ان رمضان صبحي حابب يكون متواجد، هو كان عنده اصابه بدا يتمرن مع فريق ستوك سيتي. مفيش كلام على اي حاجه خاصه بيه في يناير يعني؟ لا 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 اعتقد هو حابب، وفقا كمان لكلام يعني وكيل اعماله نادر شاوي هو حابب يكون مكمل في الدوري الانجليزي، واعتقد عودته كمان براتبه اللي بياخده هناك مع النادي الاهلي هتكون صعبه جدا. طيب كام المبلغ المستحق للاهلي يا احمد؟ المبلغ الاهلي مستحق ليه حوالي 2,500,000 يورو، دي المبلغ المتبقي من صفقه. ده متاخر ولا الاهلي بيستعجله في الميعاد؟ لا هو ده كان متاخر بس نتيجه حكم مسك اللي كان على النادي الاهلي وما شابه ذلك، فالقسط ده متاخر لكن النادي الاهلي بيستعجل فريق ستوك سيتي. طب ايه علاقه فلوس رمضان بحكم مسك؟ لان الاهلي كان يعني كان في محكمه دوليه وبالتالي كان محكوم على اموال النادي الاهلي، ما فيش اي تعاملات خارجيه نتيجه الحكم اللي عليه من شركه مسك بسداده الاول 135,000,000 جنيه لشركه مسك، لكن بعد تقديم النادي الاهلي يعني عمل تانيب استئناف وبالتالي يحق للنادي الاهلي التفاوض ويستحق للنادي الاهلي انه يحصل عليه مبالغ ماليه من جهه خارجيه ما فيش اي مشكله، لكن دلوقتي حاليا موقف النادي الاهلي انه عايز ياخد القسط الاخير ليه اللي هو 2,500,000 يورو لان الشؤون القانونيه في النادي اكدت احقيتها في الحصول على هذا المبلغ بدون اي مشاكل، وده اللي النادي الاهلي بيسعى ليه خلال الساعات القادمه لانه عنده حكم قضائي كمان ان يعني فلوس مسك ما زالت في محل تفاوض وبالتالي يحق للنادي الاهلي الحصول على امواله من فريق ستوك سيتي الانجليزي. بس خلي بالك ان في مشكله ربما تواجه النادي الاهلي، مش عارف انا عايز اشرك ضيوفي في الموضوع ده، خليك معايا يا احمد، ان ربما تنسحب مسك، دي انباء عندي، ربما تنسحب مسك من المفاوضات خلال الاونه الاخيره. في حاله انسحاب مسك يا كابتن فاروق، الاهلي هيرجع لنقطه الصفر بقى في تجميد الفلوس دي ولا هتبقى الامور معلقه ولا انا مش متابع الموضوع ده؟ هو دلوقتي هو الاهلي دلوقتي بيقول للستوك سيتي ان انا في مفاوضات مع مسك، فاذا المفاوضات توقف اي عقوبات. طبعا انا في يعني انا في مفاوضات، الانباء اللي عندي ان ربما خلال الساعات القادمه مسك تنسحب من المفاوضات. والله بص النادي الاهلي بيعمل تعليق المشكله من جديد. فكده المبلغ هيتعلق للمحكمه للي في تحكيم دولي في الموضوع، لان الاهلي لجا لتحكيم دولي في هذه القصه. والله بص يعني اعتقد بشكل ما اي حاجه صريح احمد وصلت من الشؤون القانونيه في الاهلي من الجماهير على هذه زي. يعني خلينا نقول المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للاهلي كان في كلامه ان هو ارسل نسخه من الحكم النهائي قضيه شركه مسك يعني لستوك سيتي علشان يعني يتم الافراج عن قيمه المستحقات الخاصه للنادي الاهلي زي ما انت حضرتك حوالي 2,500,000 يورو، وبالتالي قال يعني لها حكم وبالتالي حق للنادي الاهلي ان هو يحصل على امواله من ستوك سيتي الانجليزي. اعتقد خلال الفتره القادمه هيتم يعني تحديد مصير هذه الصفقه وهذه الاموال من النادي الاهلي. كمان الاهلي
يعني لا لا بس انا عايز اسال كابتن رضا، الاهلي هيلعب الداخليه بدون خمسه، كمان المنتخب المغربي استدعى ازارو منتخب الاولمبي كمان. لا ده انا بكلمك على التونسي معلول. والتونسي معه معلول، وربنا يستر بكره الاشعه على عنتابة. يعني دلوقتي انت عندك خط الهجوم كله في المنتخبات المصري والمغربي والاولمبي، المصري اول وثاني يعني المنتخب الاول والاولمبي، ووليد ازارو في المنتخب. مشكله طبعا هتبقى صعبه، وهتبقى ما اعرفش ايه الازمه اللي هتحصل يعني في الموضوع. بتهيألي ممكن لعيبه منتخب الاولمبي ممكن النادي الاهلي ياخدهم، بتهيألي اتوقع يعني، عشان ما يبقاش الموضوع برضه هيبقى كتير على النادي الاهلي. يعني اكيد هنسمع تاني جمله الاهلي بمن حضر، لان اكيد هيتعامل ده احكى الدروس. انت خلي بالك هو طول العمر الاهلي كده يعني، برضه المنتخبات طول عمرها هي النصيب الاكبر في النادي الاهلي. صح. طول عمر النادي الاهلي ده دايما بيبقى اللعيب اللي هو في الصف الثالث، لو احنا بنتكلم على صف ثالث في النادي الاهلي هو مختارينه في النادي الاهلي عشان يبقى صف اول. في وقت من الاوقات هو يعني الوضع بيجبرك في النادي الاهلي طول الوقت ان انت صف اول، مفيش صف ثالث يعني، فالوضع ده قائم دايما في النادي الاهلي. والاهلي فعلا بمن حاضر، وانا شايف ان اللعيبه حتى اللي بره دي هتبقى لها دور، هيبقى لها مؤثره في الفتره اللي جايه، وهم لازم يبقوا بيثبتوا ان هم قد المسؤوليه وان هو لعيب في النادي الاهلي. طيب احمد، هل في مشاكل؟ طبعا بالتاكيد هتبقى في مشكله، بالتاكيد هتبقى في مشكله تواجه النادي الاهلي، وقد تحصل مشكله مع اتحاد الكوره برضو مع يا استاذ عمرو، لان برضو لا برافو عليك، انا كنت اقول لك الاخباء اللي جايه لي ان الاهلي بيتحفظ على المنتخب الاولمبي، على ان لاعبيه يروحوا المنتخب الاولمبي قبل الداخليه. بس انا بصفتي ان انا قريب من كابتن شوقي غريب شويه، عنده مرونه في الحته دي، وانا متفق معاك عنده مرونه، مش يعني ممكن يسيبهم. عنده مرونه في القصه، يبقى نفس اللي احنا بنقوله، مش من الناس اللي هو بيبقى محفز ان هو يبقى، وده مطلوب من المديرين الفنيين طبعا يتفهم الوضع، لو عشان الاقي الموقف ده لما اكون عايز. بالظبط كده، بالظبط كده. طيب في مشكله في كوليبالي يا احمد؟ في مشاكل في موضوع كوليبالي؟ ما هو مشي هو كوليبالي، بس فريقه الاسكتلندي بارتك سيس الاسكتلندي يعني تم اعلان اليوم ان يعني اللاعب حصل على بطاقه دوليه مؤقته، وبالتالي سيتم قيده ومشاركته مع الفريق. طبعا ده يعني الامر اللي رفضه النادي الاهلي، وبالتالي المستشار القانوني حلمي عبد الرزاق يتم مخاطبه الفيفا لمعرفه حقيقه. لا انا بس عايز افهم، يعني هو البطاقه المؤقته دي اللاعب المارق ده اللي اتهم الاهلي باشنع الاتهامات واهان مصر قدر يحصل على دوليه مؤقته دون علم الاهلي؟ انا اعتقد ان الامر ده يعني عادي تماما من الصحه، ربما يسعى نادي الاسكتلندي يعني لاثاره حاله من البلبله، لان اتحاد الكره لم يرسل بطاقه دوليه للاعب، والاهلي اكد ذلك. الاهلي عنده حكم ان لازم كوليبالي علشان يحصل على بطاقه لو دولية. سمحت يا استاذ هشام ابو حديد، يا ريت توصل لوليد العطار او حد في الاتحاد حتى لو مش هيدخل يقول لنا فعلا شاركوا في حاجه زي كده في الاتحاد، تاولا هان مصر ده قبل ما يهين النادي الاهلي. لا ده معلومات تابعين يا جماعه، معلوماتي ان اتحاد الكره لم يرسل البطاقه الدوليه، وفي حكم من يعني الفيفا ان لازم الاهلي ياخد مليون و436 الف دولار حتى بالزبط. يحق لي الحصول على بطاقته الدوليه. يعني ربما نادي يسعى يعني محاوله حل هذه المشكله، قال لك احنا جبنا بطاقه دوليه مؤقته واللاعب هيشارك، ربما يسعى للتفاوض لتقليل المبلغ، لكن الاهلي سيرسل خطابا للفيفا للتاكيد على حقيقته في هذا المبلغ، وللتاكيد على عدم احقيه مشاركه اللاعب مع نادي الاسكتلندي الا بعد سداد الغرامه كامله. شكرا جزيلا استاذ احمد السيد على كل هذه المعلومات. اخيرا، يمكن الاهلي عندنا النهارده سدد 54 مليون جنيه لهيئات المجتمعات العمرانية الجديدة. أستاذ عمرو، يعني يبدو أن الأهلي يتعامل ويقسم مراحله بذكاء على المستوى الكروي. يعني أنت النهاردة داخل مباراة الاتحاد، أعتقد الكل دلوقتي بيفكر في مباراة الاتحاد، نخلص منها نفكر في الداخلية، لأن الأمور عنده يعني كل هذه النواقص والإصابات وهذا الكم من النجوم في الفرق التانية، وأنت مش حاسس أن الأهلي ناقصه حد. دي شطارة المدرب، شطارة الجهاز الفني للنادي الاهلي، ان يتعامل مع مباراة قطعة قطعة، كل مباراة على حدة، صح، يعدي مرحلة مرحلة، وبالتالي بطولة الدوري كلنا عارفين ان هي بطولة النفس الطويل، وبالتالي النادي الاهلي هو صاحب اطول نفس حتى الان، هو نفسه طويل وبيقدر يكسب ماتش ماتش، وبيقدر يعدي مرحلة مرحلة، فبالتالي بيعرف يكسب بطولة الدوري اللي هي البطولة الكبيرة والبطولة الام. الحقيقة النادي الاهلي ماهر جدا في دي، كارتيرون الحقيقة من المدربين الجيدين جدا، حتى الان بصمته وضحت، حتى لما كان مع وادي دجلة كان مدرب مميز الحقيقة، يعني بصمته وضحت في النادي الاهلي، بدأت شغله يظهر،
الحركه اللي حصلت النهارده ان اللعيبه تمسك ايدها في ايد بعض دي، انا لما بشوف ده بعرف ان المدرب فيه جهاز فني كويس جدا. لو هم مسكوا كمان تعبيرا عن التماسك، ما انا ده قصدي لما 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 بعد الهدف لما الثاني يا خالد، لما شريف اكرامي الماتش اللي فات يبقى عايز يشيل الراجل بتاع عربيه، عايز يركبه عربيه الاسعاف وعايز يضطرب، ده معناه انه اللعيبه اللي بره واللي جوه بيحبوا حابين الجهاز الفني وعايزين يلعبوا وعايزين يقدوا حاجه. ده معناه ان في جهاز فني كويس، ده علامات ان لا في مدرب شاطر، في جهاز فني كويس لامي من اللعيبه، اللي لعب واللي ما بيلعبش حاسس بنفس المسؤوليه. ده اشياء مهمه جدا في كره القدم، ودي اللي بتفرق نادي من نادي. التفاصيل يا جماعه الدقيقه، التفاصيل الصغيره دي هي دي اللي بتفرق فريق بطل عن فريق عادي. يعني انت في احراز الهدف بتعتمد الدعم الرئيس النادي، مظبوط، وكانك انت برضي انا لست معزولا، انت تحتاج الى دعم في هذا التوقيت. بالزبط. يعني خلي بالك الاعلام بيهتم جدا بالتفاصيل الدقيقه دي، زي ما انت بتهتم. خد شوف، انا بشكر الاستاذ امر على ايه يا فاروق، كابتن رضا، ان زي ما انت بتلوم الاعلام ده فلان مكشر تياخي فيها ايه انه طالع، ما هو انا برصد لك ده دعم قوي من اللي بره الملعب للي خارج الملعب. صوره عامه انا استاذ عبد الناصر، النادي الاهلي متماسك من اول عامل فيه لغايه رئيس النادي، فهي دي نقطه ورسائل بتبقى موجوده مع الكريمه بتاعت النادي. كلمه النادي اللي هي فريق كره القدم، كل ما فريق كره القدم بيكسب بشكل جيد والامور ماشيه كويسه، النادي بيبقى جون ويبقى شايف كابتن محمود الخطيب قاعد في الاستاد، لا طبعا حاجه جميله، فبيوصل رساله مهمه جدا ان النادي الاهلي دايما متماسك، دايما هو هدفه الفوز، دايما هدفه انه يسعد جماهيره اللي كنت اتمنى انها تبقى اكتر من كده النهارده، لان اعتقد كان الجماهير اكتر من كده كان النتيجه كانت هتبقى مختلفه النهارده، لكن الحمد لله النتيجه لكن في الاول وفي الاخر زي ما قلت متماسك وهيفضل متماسك على مدار تاريخه وعلى مدار عمره، لان هو ده منظومه وجيل بيسلم جيل زي ما احنا بنتكلم كده. ويعني دايما احنا يعني انا ببقى سعيد ان انا بقول انا اهلاوي، انا موجود جوه النادي ده، بغض النظر عن ممكن يبقى فيه خلافات، ممكن يبقى فيه ناس بتبقى يا اخي، بس كل الخلافات مليئه بالرقي. هو يعني خلي بالك كيف احنا النهارده في البرنامج بنثني ازاي على هذه الروح، ممكن بكره تلاقيني بنتقد اداره الاهلي، لا تجد احد يتلفظ في حقك كلمه مهينه، حتى لو هياخد اجراء رسمي او يقاضيك انا احترمه، لان بينك وبينه مهنيه مثلا. صحيح. لا تجد احد يخرج عن النص، لا تجد احد يسب، حتى وانت بتختلف بتقول انا فخور ان انا بختلف مع الاهلي. في اكتر من كده؟ ان تصل في الاختلاف لدرجه انك تفتخر انك على خلاف، زي ما غيرك بيفتخر انه على اتفاق. طول الوقت بيضرب المثل، يعني مثلا يوم الجمعه اللي فاتت يا كابتن فاروق، يا كابتن رضا، عمرو، لو انت تابعت الحلقه، انا انفردت بصور للمعارضة وفيديوهات والخيمة فاضية يا أخي. بص، لم أنفرد أبدا بداعك، أنا أقول إن في مغالطة. الإبهار اللي حصل لي إن كيف لسيدة موقرة عضوة من أعضاء النادي الأهلي تصور في هدوء ويسألها أحد، بيقول لها حضرتك بتصوري؟ تقول له في بند في اللائحة يمنعني من التصوير، يقول لها لا، طب اتفضلي صوري. وحتى لما ارسلوا هذه الصور، يعني انت قدام حاله يا اخي. خلينا نستقبل النجم الكبير، كابتننا الكبير، الكابتن مجدي عبد الغني. كابتن مجدي عبد الغني، مساء الفل. مساء الخير عبد الناصر، ازيك؟ وحشنا يا كابتن. وانت كمان والله. الصور من شرم الشيخ مكسره الدنيا يا نجم. شعرك طول يا عبد الناصر، خلاص. مكسر انستجرام يا نجم انت. واحلى حاجه انك واخد الراجل الطيب معاك، محمد ابو الوفا. لا ده محمد، ده حبيبي، راجل محترم، علمه الشقاوه. حبيبي لا محمد ما بيش ما بيشاي علمه الشقاوه. الحاجه الغريبه ان احنا النهارده بعتنا جواب الساعه 5 للجنه الاولمبيه عشان نستفسر، ان احنا دلوقتي اللجنه الاولمبيه شلت 11 فرق 11 نادي ومركز شباب من الـ من الـ من الكشوف بتاعت الاتحاد الكوره. وبعد كده الساعه 5 بعتنا جواب، قلنا لهم احنا يعني انتوا بعتوا لنا جواب شلتوا 11 نادي، طب ال 11 نادي اللي انتوا شلتوهم دول كنا احنا عاملين دعوه للجمعيه العموميه يوم 30 اكتوبر يا كابتن.
نعم يوم 30 اكتوبر 31. كنا عاملين دعوه يوم 30/31 ل 233 نادي. دي حقيقه. طب احنا دلوقتي لما نعمل دعوه ل 233 نادي وانتوا تشيلوا 11 نادي، يبقى دلوقتي بقى الانديه 222. طب هل تحتاج دعوه جديده ولا لا؟ حلو السؤال ده يا كابتن. يعني احنا بعتنا الجواب الساعه 5 قدامي اهو. 5:05 جنب الرد. الاولمبيه تؤكد صحه انتخابات اتحاد الكره في خطاب رسمي. ده 5:05 يعني واضح ان الجواب كان محسوب من قبل ما نبعت الجواب. بس عايز اقول لك على حاجه، الراجل هشام حطب واللجنه بيبذلوا جهد جهيد لاعاده ضبط العمليه. احنا ما بنقولش حاجه، والراجل احنا بنحترمه وبنحبه وهشام حطب صديق عزيز وكل حاجه، بس يعني ازاي انت المفروض ان تدعو الجمعيه عموميه ثانيه بالعدد الجديد وبالناس اللي مشيت وتعمل اجراءات جديده عشان ما يطعنش على الانتخابات وتبوظ. احنا مش كل شويه هنقعد نعمل جمعيات عموميه تبوظ ونعمل جمعيات عموميه مش قانونيه. يعني محتاجين ان احنا نتأنى شويه في ما هو. خلي بالك بص يا كابتن، انك نفيد علم سيادتكم بانه بعد عرض الامر على الشؤون القانونيه باللجنه الاولمبيه افادت بالراي انه لا يوجد سبب قانوني لاعاده الدعوه مره ثانيه، وتنعقد الجمعيه العموميه للاتحاد بناء على الدعوه الموجهه للاعضاء صباح يوم 26/9/2018 المنشوره بجريده الجمهوريه. وبالنسبه للانديه التي تم استبعادها لعدم توفيق الاوضاع وتم دعوتهم، يتم التوجيه للمتعقد الجمعية العمومية بعدم حضورهم نظرا لعدم توفيق اوضاعهم وانتقاء. ازاي بقى؟ ازاي اذا كانوا هم طبقا تم دعوتهم في الدعوة الاولانية، يبقى ازاي الامور ماشية بطريقة قانونية؟ اذا كان دعيتهم انت في الاول يبقى المفروض انك تعمل دعوة من غيرهم طالما هم مش هيقدروا. خلي بالك انا متفق معاك. يا اما يدوا بصوتهم انما لو مش يبقى انت بدل ما انت النهارده انت دلوقتي بتقول لك 50% زائد واحد النجاح. طب 50% زائد واحد من 233 ولا من 222؟ لو من 222 لازم تدعو ل 222 عشان يبقى ال 50% زائد واحد من 222. انما انت دعيت على 233، انت تدعي دول موجودين ولا مش موجودين؟ العمليه افتح الشباك ولا اقفل الشباك؟ لا خلي بالك، دعني اتفق معك تماما يا كابتن مجدي ان خطاب اللجنه الاولمبيه يحدث لغطا ويهدد مصير الجمعيه. طبعا يحتاجين يعني برضو ما هو خبرات شؤون قانونيه ماشي على راسنا من فوق، لكن برضه في خبرات وفي احداث حدثت قبل كده وفي انتخابات بطلت من اول يوم يعني الناس اللي راحت صوتت في انتخابات جمال علام من اول يوم كان ناس صح تفويضات مش المفروض اعضاء مجلس اداره صح. فعرضوا المجلس انه قعد 3-4 سنين مهدد بانه يتحل في اي وقت. طب وده اسمه كلام تم اجراء؟ اصل هنا الفرق في اجراء خاطئ، هنا اجراء تم خطا. فالمفروض ان اجراءات الانتخابات اللي موجوده في لائحه النظام الاساسي لاتحاد الكوره يتم احترامها. طب هل ستتواصل مع المسؤولين حضرتك او تكلف الاتحاد كعضو مجلس اداره بارز في الموضوع ده وتسعى لقانونيه الموقف؟ والله انا بقول اهو، بقول تحذير اهو من دلوقتي، لان اكيد هيطعن على الكلام ده. يعني ده كلام مش هيتساب، فاحنا ليه نحط الناس اللي داخله في موقف لا يحتدوا عليه، او نحط اتحاد الكره كله في موقف لا يحتد عليه؟ متفق معاك. طب عندي يعني احنا بنحذر يعني وصلت الرساله. عندي سؤال مهم. الاتحاد المصري لكره القدم قال على لسان بعض اعضائه او رسميا ان مباراه الزمالك والهلال 6 اكتوبر السبت. استنى الاول، استنى، عايز ارحب بعمرو الدردير ومحمد فاروق. مين اللي ورضا شحاته؟ يا كابتن مجدي وحشني والله. ازيك يا رضا؟ ازيك يا ابن الذين؟ في اول دقيقه ده جاب جون في اول دقيقه في الزمالك، فاكر الماتش ده؟ بدري كده فاكر يا عمرو؟
لا انا مش فاكر طبعا. انا فاكر طبعا مش فاكر. حتى ده زملكاوي مش فاكر طبعا. هتفتكر ازاي؟ هو مش عايز يفتكر مش عايز يفتكر. بيقول لك وقتها الاهلاويه قال لك رضا شحاته نزل وجايب الجول في جيبه ما كانوش في لعبه. عمرو بس عمرو زملكاوي محترم عمره ما حسسنا ان في فرق وعمره ما حسسنا. لا طبعا الاهلي والزمالك دول قيمه كبيره يعني لازم طبعا. لازم اديله حق والله دي حقيقه يعني. قبل الكابتن مدحت ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال لك رضا شحاته الهدف الاول. قول اللي عايز تقوله انت ولا عم نصر. بقول لك هل بالفعل مباراه الزمالك والهلال هي وديه ولا تاخذ الصبغه الرسميه كبطوله سوبر؟ لا اعتقد مباراه الزمالك والهلال هي بين بطل الدوري في السعودية وبين بطل الكأس في مصر. لا الهلال والزمالك الزمالك عوضا عن بطل الدوري وهو رابع الدوري. لا لا معلش معلش بص 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 انا اعتقد انها هتمشي بهذا الشكل اعتقد يعني. يعني ده كلام جديد بقى ما عنديش خبر اكيد لكن انا ده بقول تفسيري وتحليلي ان المباراة ستكون بين بطل الدوري السعودي وبطل الكأس المصري وبالتالي هي مباراة سوبر. طيب التانية بتاعت الكاس لا ما تيجي بقى التانية حلها الحلال. حاضر ماشي ماشي برضو بطل كاس وبطل كاس برضو. لا يعني ربما تسير الامور توقعك الى هذا الحد باذن الله احتمال الله يعني. وما له ده بناخده منك حصريا وانت احتمالك وده 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 صح مش غلط يعني ده اصح حاجة اللي انت بتقوله اللي بنقوله صح يعني ده اصح حاجه لانك انت هتفك الاشتباك خصوصا انك انت انفردت معانا قلت انت اول من تحدث عن الاسماعيلي اولى ما دمنا باللاعب بطل الدوري طبعا طبعا انما ده بطل الكاس وبطل الدوري في المملكه العربيه السعوديه وفي النهايه هو لقاء مصر سعودي يعني يا جماعه السعوديه دي يا جماعه يعني احنا خلانهم صح. وفي نسب والناس من السعوديه يعني ليهم نسب عندنا في مصر يعني يا جماعه العلاقه بيننا وبين الناس دي علاقه وطيده جدا وعلاقه ازليه جدا وعلاقه لها حرمتها ولها يعني كيانها وبلاش احنا زي الدبه اللي بتموت صاحبها خلينا صح. خلينا بتوع الكوره خلونا في الكوره خلونا في الرياضه ونسيب الكلام دوت لناس ويعني والاهل. طيب اخيرا يا كابتن مجدي عايز استشيرك في شق لائحي هل من حق الاتحاد الدولي ان يدي كولوبالي بطاقه مؤقته؟ يعني من حق الاتحاد الدولي يدي واحد ما عندوش بطاقه يعمل له بطاقه وينشئ له بطاقه الاتحاد الدولي عبد الناصر يعني دون ان يعود ليكم دون ان يعود هو حكومة الكرة في العالم فهمتك الاتحاد الدولي يستطيع ان يفعل ما يشاء في كرة القدم هو اصلا الاتحاد الدولي عنده مبدأ مهم جدا ان لاعب كرة القدم طول ما هو في الملاعب لابد ان يمارس لعبة كرة القدم على فكرة هقول لك بس حدث ان نادي وادي دجلة كان طلب لعيب بقاله سنتين ما بيقيدش في أندية فطلبوا خارج فترات القيد الاتحاد الدولي رد في الأول بالرد وبعد كده احنا طبعا نادي وادي دجلة نادي من أندية يعني الاتحاد المصري كرة القدم فاحنا بعتنا تاني نقول لهم لو سمحتوا شوفوا الموضوع تاني فرجعوا ردوا بالإيجاب وقالوا احنا موافقين لأن اللاعب ده بقاله سنتين ما بيلعبش فلظروفه الخاصه احنا موافقين يعني عايز اقول لك انه زي ما حصل مع عصام الحضري لو تفتكر وسافر بره مصر سويسرا وخد شهاده انتقال مؤقته وتم النظر في قضيه عصام الحضري وتم تغريم عصام الحضري مبالغ لصالح النادي الاهلي فده اللي هيتم مع كولوبالي بالظبط يعني هو دائما الاصل لدى الاتحاد الدولي لعب اللاعب وليس ايقاف اللاعب يلعب فهمت يعني يلعب بعد كده يشوف الوضع المادي بالنسبه لحين صدور القرار النهائي اول ما يصدر القرار النهائي بغرامه لو الغرامه ما اتدفعتش اللاعب يقف يتم ايقافه زي برضه نتكلم معلش على عصام وان كان عصام يعني
حارس عملاق وشخصية يعني رياضية كبيرة جدا. إنما ده اللي حدث مع عصام لما رجع اتحاد سكندري. اتحاد سكندري هو دفع جزء من الغرامة أيام الدكتور عفت، وبعد كده تم بيع عصام الحضري النادي آخر فتبع للسودان باين أو برا مصر، فدفع جزء تاني من الغرامة وهكذا إلى أن تم سداد الغرامة بالكامل لصالح النادي الأهلي. هي القضية أهم حاجة في القضية إن عصام ما دفعش حاجة. لا عصام ما يدفع برضه، ده انت لو حطيت ايدك تجيبه تلاقي تعبان. بس للامانه يا كابتن كل ما يعزمني على سمك بيحاسب هو للامانه. بتهزر ولا بتتكلم؟ والله العظيم. ولا لا 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 والله العظيم. انا هقول لك حاجه، هو انا هقول لك ما تحلفش بالله العظيم. ما اسمع، اصل ما دام صابرين بتبقى موجوده ممكن تكون هو ده. انت خلي بالك ممكن اكون انا وهو عزمانه ما دام صابرين. يا اخي انت سوهاجي طيب. يا اخي اسمع اتفضل. يا اخي السايقه كلهم طيبين كده، ما ينفعش. هو بيتاخر شويه تلاقيه بيسلم على صاحب المحل. عسل يا ابو احمد والله. سلمني على احمد جدا والنبي يا كابتن. حبيبي يا عبد الناصر، ربنا يوفقك وبالتوفيق دايما. شكرا يا نجم النجوم، شكرا جزيلا. جاءك الخبر اللي انت تبحث عنه، خبر مزعج. علي معلول اسبوعين. انا مش هلحق الماتش طبعا. لا طبعا بعيد. هي واضح ان هي اصابه قويه، لان هو بيشوط تمزق الرباط وقف، بتبان ان عضله الضمه اصلا الضمه تمزق الضمه. وعاشور وصلاح محسن خفيفه، والاشعه تحدد الغياب والاشعه تحدد غدا اذا كانوا هيحتاجوا يومين او ثلاثه. بص، هو الاصابات العضليه دي برضو لازم يعني، لان واضح الحاله البدنيه بالنسبه للنادي الاهلي في اخر الماتش باينه ان يعني صابتين العضل فيه. سواء بقى حسام عاشور ومعلول وصلاح محسن كده، يعني في حاجه لازم تتظبط يعني في الحمل او في اي حاجه. يعني طبعا انا مش يعني بيبان حته ان انا كلعيبه بيحصل لي اصابات في نهايه المباراه، ده في حاجه كده في حته الجزء العضلي وجزء الحمل التدريبي. يعني اتكلمنا فيها كتير وطرحنا سؤال يا كابتن رضا، لماذا لم تظهر هذه الاصابات العضليه مع الكابتن حسام البدري على الرغم من تفوق كارديرون في كل مبارياته حتى الان؟ لا نقلل، ما بنعملش مقارنه ما بين المدربين. لا الجزء الفني، لا بص الجزء الفني العضليه بيقول لك دايما مشاكل تدريب، ده اللي بيقولوا اهل الكوره اللي هو انتم. الجزء تحمل لا وبرده معلش فتنس الشغل في جزء منه اللاعب، الحاجات الخارجيه ده جزء سهره. ما هو ده جزء منه، ما انا بقول لك يعني جزء منه اللعب، نومه وسهره، يعني كل الحاجات دي بتفرق برضه. اتفضل. حالته النفسيه وبتاخ طبعا يعني ده بيخش برضه في الحسبان. هو معلش بس انا استوقفني كده وكابتن مجدي بيتكلم واحنا بنتكلم وانت بتقولوا الحل البديل ده حل مناسب للازمه. هو انا نفسي اعرف احنا كعرب عموما بقى مش كمصريين هنفضل امتى نحل المشكله في وقتها؟ هو انا ليه النهارده ما بقولش ان الدوري او كاس السوبر السعودي او كاس السوبر الاماراتي او ايا كان المسمى اللي هيتسمى، ما يتقالش ليه من النهارده ان بطل كذا وبطل كذا هو اللي هيلعب البطوله دي؟ خلي بالك من اول يوم. المجد بيقول طرح جديد ربما يحدث. انا قصدي اتوقع ليه ادور النهارده على بديل وانا اصلا مش محدود من اول يوم؟ ليه النهارده ما اقولش ان الدوري السوبر السعودي بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي من النهارده للسنه اللي جايه؟ ما ده كان عشان حاصل تقفل. بس هو حصلت مشكله يعني المواعيد ما كانتش تناسب النادي الاهلي، فبالتالي اللي بعده يبقى انت بتدي حلول. لو البطل البطوله يا رضا اصلا لسه راجع بعد سنين. يعني عايز يعني عندنا ازمه اللي ينجح البطوله اعلانيا الاهلي او الزمالك. اقول لكم فلسفه البطوله المصري والاسماعيلي طبعا فرق كبيره وفرق محترمه، بس يعني اقول لكم فلسفه البطوله وزي بعضه يمكن مش واصله للاعلام. فلسفه هذه البطوله انها بتخرج بعيدا عن اطار الابطال، وكان المقترح ليها ان تكون دائما ما بين الاهلي والزمالك. هذا ما لدي من معلومات. هذه المعلومات الاتحاد المصري وصلها للاعلام ازاي؟ الاعلام مشي وراء يعني بمعنى يعني بعيد عن المنافسه. الله ينور عليك. بعيد عن المنافسه. مستشار تركي آل الشيخ صاحب الاقتراح قال لك تقاربا وعوده الى ما كنا عليه من ود ووفاق. احنا كل سنة نعمل الاهلي بطل الدوري مع بطل الدوري، فصار في السنة دي ان الاهلي بطل الدوري،
والزمالك يلعب بطل الكاس فصادف بطل الكاس. الفلسفة والله أعلم اللي أنا فهمتها إن يصادف عام للأهلي بطل الدوري وللأهلي بطل الكاس. الفلسفة أن يكون الأهلي والزمالك صاحبا أكبر شعبيتين، ولكن هذا لم يخرج للإعلام ولم يفسر من قبل الاتحاد. فحصل لغط فالأهلي والمواعيد على فكرة، والأهلي بعد كلام الكابتن مجدي اقتراح وقال يا جماعة السوبر يعني كأس ودوري، فراح الهلال اعتذر والهلال تعامل مع النادي الأهلي أنه مهين والإعلام نفخ في النار. ثم بعد ذلك حصلت جلسات، موضوع شائك لا يليق لا بالبلدين ولا الاسمين الكبار الملك سلمان والرئيس عبد الفتاح. انت قلت الهدف منه يا استاذ عبد الناصر التقارب. التقارب التقارب مالهاش دعوه بالمنافسه بقى. بالظبط، انا بختار اكبر ناديين هنا وهنا وابتدي اشتغل عليه. في الاول وفي الاخر رياضه، والرياضه احنا بقالنا فتره ما كناش بنشوف السوبر مصر السعودي، بالرغم ان احنا كان في الوقت ما كان بيتعمل كانت بيبقى احتفال احتفال جميل، فكنا يرجع تاني ده كان شيء جميل. لكن جزء مهم جدا انت وضحته حته التقارب. واتمنى تجيبوا لنا الاستاذ احمد عويس لانه كاتب امبارح بوست في غايه الاهميه انه يراهن على ان الاهلي هيلعب يوم السبت امام الهلال. قصة تانية خالص. ما انا بقول لك احنا صدقنا ما طلعنا من الموضوع ده، انا عملت على الموضوع ده حلقات وحاولنا تقريب وجهات النظر كثيرا. احنا بنتكلم انا لا بتكلم صعب قوي ان الاهلي يلعب يوم السبت. انا بكلمك احمد يقول تحدد ده خلاص الفريق هيسافر يعني، الزمالك خلاص مسافر يعني. اعتقد ان الظروف بقت صعبه. طب جهزوا لنا كليب الاهلي يا جماعه تشجيعا منه، بس اخد الكابتن رضا بتتكلم عن الجزء العضلي لغايه ما نفتح موضوع السوبر. الجزء العضلي زي ما الكابتن فاروق كان بيتكلم ان هو جزء، عندك جزء تمرين عندك جزء نفسي اللي هو، وعندك الجزء اللي هو خارج الملعب اللي هو بيتك وحياتك الخارجيه، وجزء التمرين وجزء اللي هو النفسي اللي هو بيتعامل عليه المدرب. دي الحاجات اللي ممكن تجيب لك مشاكل. انا بس في نقطه كده ما حدش بيتكلم فيها، في كابتن محمد يوسف وسامي قمصان الاثنين دول مهمين جدا في النادي الاهلي ولهم دور كبير قوي في الفتره اللي فاتت. طبعا مش عايزين دايما نتكلم على ان دايما المدير الفني هو المسؤول المسؤوليه الكامله، هو بيبقى مسؤول المسؤوليه الكامله هو كقائد يعني، ولكن الادوار اللي التانيه دي بتبقى مهمه جدا في الفريق، مهمه جدا بقى ازاي بيلم اللعيبه، ازاي توجيهاته، ازاي بيساعد المدرب. انا شايف ان هم لهم دور اكثر من رائع الفتره اللي فاتت. كابتن محمد الاحتكاك في افريقيا واخد بطوله قبل كده، سامي مدرب هايل في النادي الاهلي وعنده فكر كوره عالي جدا، فخلي بالك ان ده من ضمن النجاحات اللي موجود فيها النادي الاهلي حاليا. فاحنا بس مع بعض حدود الاحتفال لو انتوا بتتكلموا حتى في حته
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين ويمكن استفضنا في موضوع النادي الأهلي. خلينا نروح مباشرة، مهم جدا إن احنا نتكلم عن نادي الزمالك، ولكن قبل ما أروح لضيوف الفكر الفني عبد الأستاذ عمرو الدردير لهذا الخبر المزعج اللي نشره أستاذ عمرو على موقع الاتحاد الدولي، خصم 6 نقاط لنادي على نادي الزمالك. معرفش انا، بص يمكن معانا، انا بشكر الزملاء انهم جابوه بالانجليش من الموقع الرسمي قبل الترجمه، على كم محدش يقول ان احنا بنصير قلاقل او زلازل او براكين. يعني الفيفا تخصم 6 نقاط من الزمالك وتمنع النادي من القيد لفترتين، قيد في يناير والصيف القادم، وفقا لقرار لجنة الانضباط بالفيفا في قضية نادي مارتيمو الصاد. مين نادي مارتيمو ده؟ برتغالي بتاع محمد ابراهيم، الصادر في 22 يونيو 2018، وقضية اللاعب كريم الحسن بعد انتهاء مهلة 60 يوم لسداد المبلغ المستحق للنادي البرتغالي واللاعب. وكانت الفيفا قد اعلنت على موقعها الرسمي عن توقيع عقوبات بشكل تلقائي على عدد من الاندية في حالة عدم سداد المبالغ المستحقة عليهم وفقا للائحة الجديدة للانضباط. عندي معاليك سؤالين يا استاذ عمرو. السؤال الاولاني، طيب احنا كل ما بنسال على المحترم هاني بيزاده بيقولوا مسافر عشان يحل هذه المشاكل، دي نمره واحد. نمره اتنين، رئيس نادي الزمالك دائما يفاخر انه ما فيش مشكله من دي الا ما حلها رغم انه هو وارث تركه مش بتاعته. نمره ثلاثه وده المهم، ما دام هذه القضايا متداوله بيقول لك حتى فتره السماح مرت، طب الكلام اللي بيطلع من بيانات او من لسان هاني بيزاده بما تفسره؟ لا الحقيقه طبعا ده خبر كان صعب جدا على نادي الزمالك وعلى جماهير نادي الزمالك ان يخصم قط وان يتلغي القيد للزمالك لفترتين، دي فتره طويله جدا طبعا. فريق بينافس على البلاط، فريق المفروض انه جاي لبلاط كبيره داخل عليها، فلما يتقفل ليه القيد في فترتين ده كتير جدا جدا جدا. انا اعتقد ان يعني مجلس اداره الزمالك مش عايزين نقعد يعني نهيل عليه التراب ونهيل عليه المشاكل، لا هم ورثوا حاجات كتير قبل كده، لكن بس هم تصدروا المشهد، لكن هم تصدروا يعني ده انا اللي بقوله هم تصدروا المشهد وهم قالوا ان احنا حلينا المشاكل دي. انا فوجئت النهارده بالخبر ده اللي نزل على الموقع بتاع الاتحاد الدولي، فوجئت ان الخبر ده، لان خصوصا ان اعلن من حوالي اسبوع ومن 10 ايام اعلن ان موضوع كريم الحسن انتهى تماما وان خد فلوسه، فالموضوع انتهى. طب رجع ازاي الموضوع تاني؟ ايه اللي حصل؟ لا في مشكله وفي علامات استفهام كبيره جدا، لابد ان مجلس اداره نادي الزمالك يرد عليها، لان دي ازمه كبيره، دي أزمة هتواجه نادي الزمالك فترة طويلة، يعني ده هيعاني منها لفترات طويلة جدا. عندنا كابتن رضا البنورة فرقة الكورة، لما تفشل انها توفر لها المناخ، انت بيتخصم منك 6 نقاط وفترتين قيد يناير وخلي بالك حتى اكون منصف، ما كان لي لأحمل مجلس إدارة نادي الزمالك المسؤولية لولا تصدره المشهد وتفاخره انه حل هذه الأمور. يعني انت كده بتضحك على مين؟ بالظبط، هي المشكله كلها ان احنا يعني انا في مشكله قديمه واحنا خدنا مشاكل، يعني استلمنا المجلس الاداره بمشاكل قديمه، فانت قلت خلاص انا حليت المشاكل دي، خلاص بقت بتاعتك انت، ما بقتش بتاعت القديم، هي بقت بتاعتك انت، فانت حليتها ولا ما حليتهاش؟ لا حليتها. في ازمه زي دي تحصل النهارده يبقى انت المسؤول، مش هنقول بقى سكانت دي حاجات قديمه بقت بتاعتك. حاجه ثانيه، احنا فرقه الكوره في الانديه الشعبيه هي النادي، مع انا اسف مع احترامي النادي الزمالك ونادي الاهلي، فاروق قالها بذكاء الكريمه. انت لو قلتها النهارده نادي اجتماعي هيقول لك شكرا، يعني ايه نادي اجتماعي؟ تعالى بس على جنب كده، مفيش حاجه اسمها نادي اجتماعي. برافو عليك. انا عايز فرقه الكوره، فرقه الكوره لما بتتاثر النادي كله بيتقلب، النادي كله، كل الالعاب وكل الرياضات وحتى النادي الاجتماعي والمجالس كل حاجه بتنتهي طبعا كل حاجه. فانت النهارده ما بتقوليش ان فرقه الكوره مالهاش، لا ده هي اساس الانديه الشعبيه وبالاخص الاهلي والزمالك، لان هم دخلوا، بدانا ندخل نسمع نغمه شويه النادي الاجتماعي. لا اطلاقا اهلي يعني الزمالك ما ينفعش يبقى لا انا سمعت الفتره الاخيره هقول لحضرتك حاجه كمان، باحترامي للكرسي والشمسيه احنا مجلس اداره اهلي او زمالك ومجلس اداره كوره، بس لا كرسي ولا شمسيه مع احترامي. الكابتن رضا بيرد الرد اللي قاله الكابتن حسن شحاته لما سئل تراجع الزمالك، قال لك هو اصبح نادي اجتماعي. بالظبط، لانه هكذا يفاخر مجلس الاداره. التراجع يعني ايه يا استاذ عبد الناصر؟ هو الاهلي والزمالك ده اسمهم نادي بطولات. برافو عليك. من غير بطولات فانت بتتحول لحاجه ثانيه، فهو يعني انا ممكن ابقى نادي كده صغير
بس نادي بطولات. هو ده كان نادي الزمالك، هو ده النادي الاهلي، وبتبتدي من خلال بطولاتك بتوسع بقى قاعده الجزئيه اللي يبقى فيه نشاط اجتماعي، ولكن تفضل وتظل نادي بطولات. هي دي النقطه اللي لازم تبقى موجوده دايما في الحسبان. عشان كده النادي الاهلي بالرغم من امتداده وفرع خامس وهكذا وهكذا، لكن تركيزه الاول والاخير على البطولات، سواء بطوله افريقيا او بطوله دوري او كاس، هو ده دايما التفكير في النادي. بس انا كمان عايز ارد على الجزئيه دي، ان نادي الزمالك كسب بطولات في الفتره الاخيره، بس عايز اقول حاجه، يعني هو كسب بطولات بس هو خاض كام بطوله، دخل كام بطوله، شارك في كام بطوله، وكسب كام بطوله. صحيح. هتلاقي يعني هي دي المعادله، دي المعادله الصحيحه. صحيح. المساله مش هنقيسها ان خد بطولات، لا، هو شارك في كام بطوله وكسب كام بطوله، دي المعادله الصحيحه اللي لازم يعني نفهمها. النهارده احنا بنتكلم مع جروس عنده 4 بطولات السنه دي، وادي استحدثت ليه بقولتين فرصة عمره بقي 6، لان السوبر 2 سوبر ممكن يضافوا لتاريخ نادي الزمالك والاسمه، فالنهارده هتحقق منهم كام؟ ده اصعب. يعني انا قصدي يا استاذ عبد الناصر ايه، ان انا مش عايز بوابة كبيرة، الجمهور مش عايز بوابة كبيرة وفيها انوار كتير، لا، هو عايز بطولات. صح، هي دي التفكير بس. مظهور. لجمهور الاهلي والزمالك، يعني كل الانديه الشعبيه والاسماعيلي والاتحاد. لا، انا عايز اقول فكرة. يعني الفكره هنا ان انا وجهه نظري يعني ان هي بقت شماعه، يعني هي كان دايما المسؤولين في 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 معظم الانديه، مش شرط يبقى بنوجه كلام للزمالك بس، فاهم؟ يعني معظم الانديه كل مدير رئيس نادي بيدور دايما ان هو يخرج من الموقف او في الازمات يحلها ازاي. ان انا اقول اصل كنت بعمل ده، اصل انا عملت اشتريت لعيبه السنه اللي فاتت، اصل الناس المجلس الاداره القديم هو السبب. حضرتك لو مسؤوليه وانت داخل وعارف مشاكل نادي رئيس نادي وخد على مشاكل كده او النادي ده، انا عارف من قبل ما ادخل ان في مشاكل، شكرا يا جماعه انا مش هقدر ادخل. انما معنى ان انت وافقت ومعنى ان انت دخلت ومسكت نادي مشاكله، يبقى انت مجبر تحلها. اقول لك على مفاجاه. اتفضل. انت بتقول لي دخلت بمشاكل يا فندم، انت مجلس اداره نادي الزمالك رفض حل هذه المشاكل لما كان الدولار ب5 جنيه، ورفض حلها لما كان الدولار ب7 جنيه، ورفض حلها لما كان ب12 جنيه، النهارده الدولار ب18 جنيه، يعني دفعت لي المبلغ 3 اضعافه، ولا حليت ولا عملت. انت زعلان ليه يا استاذ عبد الناصر؟ احنا عندنا فلوس هندفع، المشكله انت ماشي، نادي الزمالك عنده فلوس هيدفع، ما عندوش مشكله. ملك مصر يا بيه، مش ملك الزملكاويه. انا عندي مكالمه مهمه، بس اروح للخبر اللي ازعج الزملكاويه الثاني واخد تعليقك عليها. خطاب النهارده من الاتحاد المصري لكره اليد بيقول: سيد مدير نادي الزمالك، تحيه طيبه وبعد، يسعدني ان ابعث لسيادتكم بخالص تحياتي وتقدير واعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد، ايماء الى قرار اللجنه الاولمبيه المصريه بعدم اقامه اي مباريات على ملاعب اوصال نادي الزمالك. يرجى تفضيل بانه قد تقرر تاجيل جميع المباريات المقرر اقامتها على ملاعب صاله نادي الزمالك من 2/1/2018، وذلك لحين اشهار اخر مع الابقاء على اقامه مجدده لها معبات الفرق المنافسه بنفس التواريخ والتتر في الجدول. المدير التنفيذي ايهاب العرب. طبعا انا زعلان جدا جدا من قرار اللجنه الاولمبيه بعيدا عن الزمالك، لاني انت يعني عايز تعاقب رئيس نادي الزمالك اللي اخطا مثلا في حقك نادي. لكن النادي ايه ذنبه؟ ايه ذنب لعيبه نادي الزمالك؟ ايه ذنب نادي الزمالك؟ ايه ذنب الالعاب الاخرى في نادي الزمالك انها تلعب بره ارضها؟ يعني انا شايف ان انا شخصيا معترض على الجزئيه دي من القرار. نادي الزمالك اللي عوقب، مش رئيسه. يعني انت لو كنت عايز تعاقب رئيس او عضو مجلس اداره اخطا او اي حد في المنظومه اخطا، عاقب العضو. انت بتعرج ليه على النادي؟ أرد على انت 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 النهارده عرجت على النادي وعاقبت النادي وعاقبت جماهير النادي وعاقبت الناس كلها. في رد للجنه الاولمبيه ربما يكون لم يصلك. وانا قلت حصريا هم خذوا قرار الزمالك، لو دخلها رئيس نادي الزمالك، الزمالك سيعاقب بخصم النقاط. هل تستطيع، وجاوبني بامانه، انك تمنع رئيس نادي ايا كان من هو، مش بتكلم عن الزمالك بس، انه داخل نادي في حد هيقدر يمنعه من الدخول؟ لا، انا هقول لك ما حدش هيمنعه، بس انت خدت انت بتشتغل من خلال لوائح. هو اللائحه بتقول لو دخل المعاقب هلغي المباراه. خلاص كده كده يا استاذ عمرو، يا فندم خلاص يخسر، يبقى اللي خسره المعاقب. لكن انا ما عاقبش نادي الزمالك نفسه وفرقه ولاعيبته وجمهوره، انا عاقبته لان انا طلعته بره. خلي بالك دي بمثابه تعليق المباريات مع حفظ حقك في لعبها. يعني تلعب الدور. ايوه، محد ما هو بص قال لك ايه، مع الابقاء على التواريخ المحدده في صاله المنافسين. انت حضرتك لما تلتزم كرئيس نادي هترجع تلعب مبارياتك دي كانها مؤجله،
عشان كده انا بوضح لجمهور الزمالك مش عدم لعب الزمالك تأجيل مبارياته او تعليقها على ملعبه حفاظا على الزمالك من العقوبة، لان لو دخل النهاردة سين نادي سبورتنج عشان ما يبقاش كلامنا موجه، نادي سبورتنج وراح دخل رئيس النادي الصاله المغطى في نادي سبورتنج اتخسر نقاط المباراه، دخل المباراه اللي بعديها اعتبر منسحب، اللي بعديها هبط درجه. ما ترد عليا بقى انت. لا اذا كان القرار بالشكل ده فهو طبعا حمايه على النادي، عشان كده انا مش مع الموضوع بره، انا مش مع ان حد يعني ما تعاقبش نادي الزمالك، ما تعاقبش النادي الاهلي، ما تعاقبش جماهيره، ما تعاقب عاقب اللي انت عايز تعاقبه، الاخطا اي حد اخطا انا مش ضد، ما تبعنيش البرنامج، انا بقول لك انا بتكلم بشكل عام. كنت امبارح ما تبعتنيش امبارح، عليك حق عرب وتقولي بتابعك كل يوم، بتابعك والله. لا 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 هو الحقيقه يعني انا توجهي لا، انا ما عاقبش النادي الاهلي، ما عاقبش نادي الزمالك، لان انا بعاقب جمهور وبعاقب لعيبه، بعاقب ناس كتير، لكن انا المخطئ اعاقبه ومحد ما فيش اي مشكله، اذا انا اخطات اعاقب، ما فيش اي مشكله في ده، لان الحق ان يتبع، لكن الجمهور لا ما عاقبوش والنادي ما عاقبوش. عموما الاتحاد المصري لكره اليد كان قراره مزعجا، متفق مع الكابتن عمرو، ولكن تعليق المباريات ان تعلقها لي خير من ان تعاقب النادي. اللجنه الاولمبيه واتحاداتها جميعا لم تعاقب نادي الزمالك خالص، وانما بتبعت انذارات الحقوا الزمالك من العقوبه، وده اللي عملنا بيه عنوان حلقتنا امبارح. الدكتور مصطفى عبد الخالق عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق وتعليق على هذه الامور، خصوصا موضوع الست نقاط، لان مصطفى عبد الخالق كان موجود في مجلس اداره يعني سامحني الدكتور مصطفى كان يدعي انه تصدى لمثل هذه الامور، ومع ذلك هذه الامور شاهدناها على السطح، وكاني كل كلامه سماء لما كان الدكتور مصطفى عبد الخالق في المجلس او بعد ما مشي، الامور تم تصديرها للزمالك وهناك خطر على الزمالك ومستقبله الكروي. دكتور مصطفى السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك استاذ عبد الناصر؟ تحياتي ليك، تحياتي المحترم اخويا الكبير استاذ عمرو الدرديري، كابتن رضا شحاته وكابتن محمد فاروق. اهلا وسهلا فندم. اهلا وسهلا. الحقيقه الموضوع اللي انت بتتناوله دلوقتي، وانت دخلتني في الجمله المفيده اللي هي لما كان في فتره اللي انا قضيتها 10 شهور مع المجلس السابق اللي ممتد منه مجموعه دلوقتي حتى. هرد لك على الجزئيه دي وهتفق مع استاذ عمرو في اللي قاله في المعالجه قصاد قرارات اللجنه الاولمبيه. المعالجه مش كامله ومش مظبوطه، وعايزين نخرج نادي الزمالك من مشاكل الشخصيه. تمام. وده يودينا لسؤالك دلوقتي. اتفضل. اللي بيحصل في نادي دلوقتي لما ده الملف راح لهاني زاده من اول يوم، هو ونصر عزام وتناولوا السفر لسويسرا، انا بقول لهم من عندك هو على لساني وعلى مسؤوليتي، من 2014 من 1/4/2014 ساعه ما استلمنا في المجلس ده، انتوا استلمتوا الملف بتاع الانضباط والعقوبات اللي جايه لنا من الفيفا. من 14 احنا النهارده في 10/18 بنتكلم في 4 سنين و6 اشهر. عملتوا ايه؟ يا لجان متخصصه وكنتوا ماسكين الملف في كل الكلام ده، زي ما قال الاستاذ عمرو من شويه تقريبا في 22/7 طلع القرار اللي فات دلوقتي بتاع لجنه الانضباط و19/6 ان في خلال 60 يوم، وهم تظاهروا في السنين اللي فاتت كلها ان كل المشاكل اتحلت وبتكاد ويل. واخيرا استاذ هاني زاده اللي هو انا مش عارف رايح تونس بيعمل ايه تاني دلوقتي. لا 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 المهندس هاني زاده مش في تونس. ايا كان هو فين يرد عليا انا كعضو جمعيه عموميه مش كزميل ليه. انت كنت من شهر في سويسرا بتعمل ايه لما لجنه الانضباط طلبت مننا دلوقتي في خلال 60 يوم من 22/7 او 19/6/2018 ان حضرتك تساوي الوضع ده؟ ليه الزمالك محطوط في مأزق لما انتوا ويمكن قالها شويه الكابتن رضا شحاته، لما انت مش قد المسؤوليه وداخل على مشاكل وتعهدت من سنين فاتت انك هتحلها، ما اتحلتش لحد دلوقتي، وكل اللي احنا فيه مشاكل شخصيه لافراد. خلي بالك استاذ عبد الناصر، نادي الزمالك ما هياش مشكله عامه، مش ناس بتدافع أفراد. على كيان واسم باسامي بس كده ومواضيع وعناوين بنرددها، لكن هي مشاكل شخصيه، ناس استحوذت على النادي، جابت الخراب للنادي،
انا مش لكون ضدهم بقول العبارات دي، بقول لهم ياللي مسكتوا الملف من 2014 لحد دلوقتي ردكم ايه على اللي جاي من لجنة الانضباط دلوقتي العقوبة اللي موقعة علينا من الفيفا؟ قلتوا بدل التصريح مين التصريح، وقلتوا وسائل اعلام مقروءة ومرئية مواقع السوشيال ميديا ان الموضوع اتحل، اهو ما اتحلش ودينا في ورطة ودينا القيد الفترة الجاية اللي في يناير عندنا في مشكلة. وبرضه رجعت للبطولة ان كان دور الابطال او الكونفدرالية، التدخل الشخص من رئيس النادي اللي حاليا الايقاف ليه ما بيذكرش اسمه هو سبب رئيسي لحال الفريق فنيا، تدخله وفترة لما كان بيستغنى عن لعيبة واجه العب بطولات وانا على الدكة ما معيش غير لعيبة او اتنين احتياطي، ده تضارب فنيات كان بيتدخل فيه. بيقول لي مجلس الادارة حاطط دماغه في كل الامور، ما بيديش اهل الخبرة اللي يعلموا بحل مشاكل فنية واجرائية وقانونية لاصحابها، ده حلنا احنا ورقة في ورقة اصحاب الورطة. انا من عندك بصوتك عايزه جماعة عمومية واستاذ عبد الناصر بقول له رد علينا اللي بقالك 4 سنين و6 اشهر بتاخد من فلوسي فلوس الجمعية العمومية وبتسافر عشان تحلل المشكلة دي، انا في ورطة وروني حلها. طب يا فندم عايز بس اطمن جمهور الزمالك، لو الزمالك دفع موضوع الست القاضي اتشال، ده اللي يهم الجمهور العريض المحترم من الزملكاوية اللي احنا بنحبهم وبيعشقوا الفلنة البيضة بخط الحمر، لو اتدفعت الفلوس دلوقتي لاني ما عنديش معلومة في الاطار ده، هل لديك معلومة اطمنا لو الفلوس احنا من ساعة ما طلع الخبر استاذ عبد الناصر كويس ان انت وضحت، وده اللي يهمنا في الاخر. يهمنا الزمالك وجمهور الزمالك وليس خلافاتكم مع بعض اللي احنا فيه ده. احنا قاعدين بنتناقش مع بعضينا كده بنتناقش في حوار. اتفضل. فسألت برضه من اهل الخبره في ناس لينا زملاء موجودين بره، قلت له هل في استئناف تاني ولا هو ده الاخير؟ فانت ما معكش الاجراء، انت ما معكش المستند اللي جاي لك الرسمي من الفيفا من لجنه الانضباط، انت معاك خبر على الموقع الرسمي الفيفا، طلعوا لنا تاني يا جماعه. تمام. لو في لينا فتره الاستئناف الاخير هو كان الدعي علينا واتقال لنا ان احنا دفعنا وبنقسط وبنجدول، والدليل مش موضوع بس كريم الحسن، ده الموضوع فيه نادي بورتيمو البرتغالي قصة بتاعت محمد إبراهيم وقبليها. بس هو الإزعاج في القرار يا كابتن يا مصطفى بيه، المزعج في القرار ان بيقول لك ان القرارات دي مضى عليها 60 يوم فترة السماح للسداد او الجدولة، وبناء عليه نزل ضمن حزمة عقوبات للعديد من الأندية في العالم. يعني القرار مش نازل للزمالك، يعني القرار نازل او الخبر على الموقع بيقول ايه، انك انت حضرتك تخطيت المهنة المقررة، نحتاج الى خبير لوائح، هل ادخل انا دلوقتي في ضائلة ادفع والعقوبة تتنفذ ولا لسه ما وصلتش لموضوع العقوبة تتنفذ لو دفعت؟ لاني اعلم ان الاتحاد الدولي من ضمن عقوباته الصارمة بتصل لمرحلة حتى لو دفعت هتتخصم الست نقاط وهتمنع من القيد فترتين. استأذنك استاذ عبد الناصر، من هنا لبكرة احنا الجواب بيترجم والخبر اللي نزل في الفيفا وعلى مستوى الشخص كجماهير بس للنادي طبعا لناديه، بكرة هنوصل لنتيجة هنعرف هل دي فترة السماح انتهت ولا لا. انت ما كانش عندك حقيقة غير الخبر اللي لسه نازل دلوقتي، واعتقد الوطن النهاردة هو اللي نزل الخبر ده. فاحنا مجرد ما وصل من بعد العصر كده بنقرا فيه وشغالين عليه، بس الاحداث كتيرة من هنا لبكرة يعدلها ربنا في الرد فيما يخص ده. بس انا خليك معايا، حد عنده معلومة منكم يا جماعة من الخبرات في الموضوع ده ولا نحتاج الى تفسير متخصص؟ ده طبعا تخصص اصل محير. هو نصر عزام ده محدش يقدر يوصل لنصر عزام، احنا ما نفهمش فيه قوي، بس طالما هو ادى وقت، طالما ادى وقت ما ده اللي مخوفني يا كابتن. انا وجهة نظري طالما ادى فترة سماح يا كابتن رضا، انت ما فترة السماح دي يعني وقتك ان انت تقدر تجدول فيه وتقدر ترجع، بعد فترة السماح بيبقى الموضوع انتهى. ببعتوا لنا حتى الاستاذ الخبير الدولي محمد البيومي او الدكتور محمد فضل الله ارجوكم، يعني هو ممكن تبعت تسال من فضلك من الاعداد ومن هنا لبكره يعدلها ربنا. نصر عزام، انا عايز اطمن عزام يا جماعه، ملايين الزملكاويه العشاق ويتفق معايا كابتن فاروق، المعلومه دلوقتي ليهم بتمنه من ذهب. لسه اخليه ينتظر لبكره مهموم بقضيه 6 نقاط وفتره قيد يتحرم منها مرتين؟
هو ده اللي انا بقول لك عليه يا استاذ عبد الناصر واستاذ الضيوف المحترمين اللي بعتز بيهم، عايزين نخرج الزمالك بره اللي احنا فيه، وللاسف الاداره مشغوله بمشاكل شخصيه، بعناد شخصي، بامور خارج نطاق اداره المؤسسه. لكن من عندك وان شاء الله الوقت يبقى يسمح وتسمح الظروف نحلل الكلام ده مع بعض مره. انا بقول لك قريب قوي في خلال اسبوع 10 ايام الجمعيه العموميه هتنتفض وهي كلمه حط تحتها 100 خط على لساني، وهتجيب حقها. لان انت لو تدقق من شويه الاشكاليه اللي كان بيتكلم فيها عمرو بيت الدين من شويه، اذا بقى الفرق المشاركه في الالعاب الجماعيه بما يخص عقاب شخص، ايه ذنبي انا كنادي لازم اوصل لنتيجه؟ وده يا استاذ عبد الناصر المدينه اللي كنا بتكلم فيه معاك والاستاذ عمرو لازم يشاركنا، من قانون الرياضه واللوائح اللي ومنقوصه ومحلله. يا فندم ما نحتاج الى حلقه في ذلك، النهارده بنتكلم في الكوره ما طلع حتى يوم ما بنتكلم في الكوره يطلع لنا الزمالك كرويا في 6 نقاط هيتخصموا. انا والله العظيم قربت عايز اروح لدكتور نفساني يعالجني من 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 المشاكل اللي بقيت كل حياتي فيها من داخل نادي الزمالك دي. بس اطمنك وانا بختم كلمتي وبشكر الظروف اللي سمحت بده، لو وقع علينا العقاب ده، لو تصدينا للاشكاليه بتاعت عقوبه الفيفا لجنه الانضباط وسرقت على نادي الزمالك، انا هو بقول لك بتعهد ان انا هقدم بلاغ في المدعوين اللي راحوا اللي كانوا مصحوبين للملف باهدار المال العام لكل السفريات اللي اتكلفتها الجمعيه العموميه في الاربع سنين، استشهادا بكل موقع او منبر طلعوا منه او جريده اعلنوا فيها ان احنا سوينا، اعلنوا ان احنا أخوك دلوقتي ان المصيبه موجوده. فانا قدامك اهو من عندك بقول لك انا بصدد بلاغ، لو احنا المصيبه دي ما اتحلتش كل اللي سافر لسويسرا لحل الموضوع ده بلاغ لاهدار المال العام فيما يخص مال نادي الزمالك وهو مال عام. خليني بقى اختم بكلمه واحده، كل اللي بيحصل حاليا في المشاكل الخاصه اللي انت شايفها ده تتويه على التحيات اللي موجوده في النيابه لاكبر قضية فساد مالي اتوجدت في مؤسسة رياضية في تاريخ مصر. وانتظر الفترة الجاية استاذ عبد الناصر شوفها هتصبر عليه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك متشكر استاذ. شكرا جزيلا، منتظر. اتمنى ان المشاكل في الزمالك تتحل قبل ما اموت، منتظر والله. ولكن ده العمر طال والشعر شاب، احنا صابغينه بالاونطة الله العظيم. يعني انا دلوقتي قدام اشكاليه، حتى جماهير الزمالك على فكره منزعجه. انا عايز اعرف يا جماعه، يعني بنحاول نجيب خبير نوايح دلوقتي حتى لو انصحني من النوم، الناس مش متحمله فرقه ماشيه زي الفل يا كابتن فاروق، يعني ايه رايك في جروس وفرقه الكره؟ لا، شخصيه هايله كمدرب ومسيطر على الفريق بشكل جيد والامور ماشيه يعني بشكل كويس. يعني الزمالك فرقه دلوقتي مختلف في العرب مختلف عن السنه اللي فاتت، يعني مختلف عن السنه اللي فاتت. ويعني اتمنى النادي الزمالك، خلي بالك هو منافسته للنادي الاهلي ووجوده في الدوري بشكل قوي بيضفي قوه للدوري الممتاز بشكل جميل. انا بستمتع لما تيجي مثلا ماتشات الاهلي والزمالك والناس الزمالك في حاله قوه وحاله فوان، الماتش بيبقى رائع. هو ده اللي احنا عايزينه في الاول وفي الاخر. فبالتالي نتمنى ان الناس الزمالك يبقى في احسن حالاته، هو ده اللي يعني بعيد. انا راجل اهلاوي، ولكن حبي لنادي الزمالك يبقى كويس ده لصالح العام، لصالح الكره المصريه في الاول وفي الاخر. يعني طيب عامة خد الخبر عاجل، ما هو بص بعد اثنين هنا انت مع كرة بلد عاجل على طول، بعرفك الناس ما بتنامش، يقعد تجيلي اخبار انا اقول الناس نامت اهو. اللجنة الاولمبية تتقدم بشكوى رسمية ضد النائب ثروت سويلم لمجلس النواب. تلقى مجلس النواب اليوم شكوى رسمية من اللجنة الأولمبية ضد النائب اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية بعد انتقاده لبعض مواقف اهو ونزلوا لنا اهو كمان بعتوا لنا جوابهم. تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في نفس التوقيت شكوى أخرى ممثلة من اللجنة الأولمبية التي تسعى جاهدا لإبعاث سويلم عن رئاسة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، وتحاول اللجنة دعم أي مرشح ضد النائب ثروت سويلم لاستشعارها برغبته بالتغيير وفصل لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية عنها وتقليص دورها والكلام ده كله. والخطاب اللي قدامنا منشور وده نشره اليوم السابع، أكن الدوم الأحقية الزميل المحترم الأستاذ محمد مراد.
طبعا يعني سويلم تدخل في الموضوع، تكلم عن رئيس نادي الزمالك وعن العقوبات، وتكلم عن اللجنة الأولمبية. اعتقد ان ده حقه كعضو مجلس نواب، من حقه يتكلم ويقول رأيه، يعني هو قال رأيه. لكن انا شايف ان الصراعات دلوقتي في الوسط الرياضي بقت صراعات صعبة جدا، كل واحد مستني على التاني غلطة، في مشاكل كتير بقت بين الناس، في حساسية، احتقان شديد وحساسية شديدة ما بين الناس. يعني اللجنة الأولمبية ده كيان كبير جدا وكيان مهم جدا، في احتقان من ثروت سويلم ان عشان تصريح قاله فيعملوا بيان يعني لا، في احتقان بشكل عام. اتمنى ان الاحتقان ده يخف في الفتره اللي جايه، اتمنى ان الروح تبقى افضل من كده بكتير. احنا بنشتغل في رياضه، يعني روح رياضيه. احنا الحقيقه بعدنا خاص عن الروح الرياضيه. بتسأل يا استاذ عمرو، انت بتسافر اوروبا ودايما، ما انا لسه جاي لك اهو، انا بتسائل ده ممكن بيحدث في دوله زي انجلترا مثلا ولا يعني انا ما بشوفش ممكن يبقى لو احنا رحنا هيحدث. ها لو احنا رحنا هناك هيحدث. احنا دايما في اي حته يحدث. لا هي دي السؤال، يعني غربة التعالج بتبقى زي ما انت بتقول، هي الرياضه في الاول وفي الاخر منافسه رياضيه، عايزين روح رياضيه، وامور بتبقى برقي بالنفس والاخلاق. لكن الوضع في مصر في كل المجالات الخاصه بالرياضه، يعني احنا دايما احنا بنتكلم سواء بقى فيها كمان اعلام رياضي بقى استاذ عبد الناصر، طبعا الاعلام جزء لا يتجزا من الخراب. خلينا اتكلم والله العظيم، جزء لا يتجزا من الخراب والفشل، مع احترامي وابدا بنفسي، ليس هناك استقامه في المعايير، ولذلك المجلس الاعلى للاعلام على عاتق ومسؤوليه كبيره. لا خير فينا ان لم نقلها. دلوقتي العمليه المذيع، اتكلم عن نفسي برضه، المذيع لي مصالح بره، فبقي معه وبقي ضد، وفي توجيه وفي مش عارف ايه، والمتحدثين الاعلاميين خلطوا ما بين المهنه وما بين الوظيفه، واتمنع الاحتراف من الموضوع. لا لا لا، قصه كبيره. يا بيت احنا البلد الوحيده في العالم اللي اخترعت منصب المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي، وبقي كل صحفيين شغالين في الوزارات وبيحلوا نفسهم المرتبات من الوزارات، وهم يعلموا جيدا ان ده تحايل على القانون. انا ازاي بغطي مكان، بغطي النادي الاهلي، ازاي بغطي النادي الاهلي واشتغل في المركز الاعلامي بتاعه، او اشتغل في النادي بتاعه. لا ده ملف يحتاج الى، انت دست على الدمل يعني. بس عايز اقول برضو عشان من يعني الاعلام ما ياخدش كل حاجه وكل الهجوم ينصب على بتكلم بشكل عشان ما ينصبش كل الهجوم على الاعلام، وعلى الاعلام بيعكس حقيقه، والحقيقه ان احنا عندنا مسؤولين متعصبين في معظم الانديه. احنا شفنا حتى اداره النادي الاهلي لما حصل مش عارفين من الحكام، طلعوا وصاروا وعملوا بيانات، الادارات كلها عندنا متعصبه، فبالتالي ما انا يعني جزء من المشاكل المسؤولين الرياضيين، المسؤولين عن الرياضه المصريه حاليا، هم تصريحاتهم متعصبه وبتثير التعصب، فبالتالي الاعلام بينقلها وبيعكس الشكل ده، وبتحصل المشاكل بعدها. يعني عايز اقول البدايه او شراره الانطلاقه بتبقى من المسؤولين، لان الاعلامي مش معقول هيجيب تصريح من نفسه، هو بيجيب تصريح وبيعمل فوكس عليه، التصريح اللي بيعمل فوكس عليه ده بيجيبه منين؟ من المسؤول. فبالتالي في الاخر الاعلام هو اللي تحمل مشقه الموضوع، ويقول لك ان الاعلام الحقوا الاعلام عمل ايه. خلي بالك انت رحت الجزئيه الثانيه غير اللي احنا بنتكلم، انا بتكلم فيها عشان دي جزئيه مهمه. لا يستطيع احد ان يمس مصداقيه التناول، لان كل واحد الواعظ له ضميره وربنا اللي بيحاسبه. ليس هناك مذيع ممكن انه يقول شيء كاذب، ولا كاتب يكتب كذبا، ولكن احنا بنتكلم في جزئيه اختلاط المعايير. اختلاط المعايير يعني انا النهارده بايد حضرتك بشتغل في منظومه اعلاميه النادي، لابد اني اتجرد من قلمي واركنه على مكتبي واعترف اني انا اشتغل في النادي، الى ان ينتهي عقدي باحترام اعود الى مهنتي سليما. محدش مختلف في ده. ده اللي نقصده انا والكابتن فاروق. لكن احنا انا كمان بقصد حاجه تاني، لو الانترو بتاع اي مذيع من المذيعين بما فيهم الكابتن عبد الناصر لو قل شويه هيقل التعصب، لان كل واحد بيحط في الانترو بتاعه، مع احترام لكل الاعلاميين الموجودين في الساحه حاليا، كل واحد بيحط سمومه في الانترو ده. أنا مع احترامي يعني، انا بقول لك الحقيقه، كل واحد بيحط سمومه في الانترو ده. انا بتكلم بجد، بتكلم بامانه، سمومه اللي يعجب الجمهور ما يعني. فكل واحد بيلاغي بطريقته، بيحط سمومه في الانترو الطويل ده. احنا ما بنشوفش البرامج الرياضيه بره، بنشوفها في كل الاماكن، حتى في الدول العربيه الشقيقه بنشوف برامج رياضيه المذيع ما بيقولش رايه. احنا
هنا المذيع بيقول رايه ورايه اللي جنبه رايه. الاستاذ عمرو الدردير اسم كبير لا اتقبل جميل عبد الناصر لا لا والله. اتقدم نقده بكل صدر ورحابه. طب اقول لك بالله في مرات كثيره وخلينا اعترف واحنا في ساعات فجر كم من مرة وضعنا سموم لأغراض بعيدة عن المهنية. انت محترم. لأن احنا بشر. عبد الناصر محترم. ولكن فين المعايير اللي انا لما ظهر المعايير والميثاق الاعلامي بديت التزم به قدر استطاعتي. ولكن في النهاية انا بشر. مظبوط. انا هو بص انا رجل مغرض. اهو. لا اقول لك زميل ولا بتاع. هناك اهواء احنا بشر يا استاذ خالد. يا خالد يا مخلص يا مخلص البرنامج انت اهلاوي كم من مرة تقول لي في الاربيز علل النادي الاهلي عشان انت النهاردة بتقول حاجات ما تعجبش الجماهير انت مغرب فبتسلمه على طول سلموا تسليم اهالي لا هذه قضية يعني احترمكم في طرحها وتحتاج الى دي قضية ضمير لا احنا بنتكلم بقى يمكن في جزئية تانية يمكن انا عايز اضيف حاجة حتى صغيرة ان عبد الناصر ودي للحقيقة وللحق انا بشوفه في برنامج يعني استضاف ناس ضد توجهاته وكان بيسيب لهم الفرصة كاملة الحقيقة يعني الشيء بالشيء يذكر ولازم ياخد حقه كان بيسيب لهم الكلمة يقول كل رأيه بصراحة وكان بيرفض كمان ان احد اي حد في مداخلات يتعدى على ضيفه ودي حاجة تحسب ليه لكن معظم الاعلاميين ما بيعملوش الكلام ده بيسيب بيطلق لا معظم المصريين مش مصريين يعني بس يا جماعه ما تنسوش اختلاط الاعلام بالاعلان وتدخل المال في سياسات الاعلام اصبح هو صاحب الكلمه العليا وربما يجبر المتناول للماده الاعلاميه على ان يطبق سياسه الاعلان والوكاله حتى لا يتم وقف البرنامج نهائيا فانت في مشكلة وأزمة كبيرة جدا تحتاج إلى متخصصين مش احنا لما درسنا الإعلام أول حاجة فصل الإعلام عن الإعلان احنا دلوقتي أول حاجة دمج الإعلام في الإعلام مظبوط صحيح الدراسة حاجة حاجة تاني خالص جالنا محمد بيل بيومي يا رب يكون عنده ضالتنا لكي نطمئن جماهير الزمالك محللنا الكبير وخبيرنا الدولي محمد بيل بيومي مساء الفل مساء الخير عليك وعلى ضيوفك المحترمين روحتني عند الضغط امبارح ماشي روحت عند الضغط انا مختلف معاهم انا شايفك دكتاتور انا انا كنت دكتاتور عليك امبارح مش النهارده طب اقول لك دلوقتي موضوع الست نقاط هل لديك فصل الخطاب في هذا الموضوع بتوع الزمالك شوف يا سيدي اتفضل 19/7/2018 اصدر الفيفا قرار بمستحقات اللاعب كريم الحسن وغرامه 25,000 فرنك على نادي الزمالك تمام هذا المبلغ مبلغ مستحقات اللاعب والمبلغ يدفعه في خلال 60 يوم اذا ما دفعهمش نادي الزمالك خلال 60 يوم يتعرض لعقوبه خصم التلقاء من رصيده في المسابقات المحليه بالإضافة إلى حرمانه من التسجيل لفترتي قيد يعني يناير اللي جاي والصيف اللي جاي كويس الوقت فيه أقوال كتير متضاربة حول أن نادي الزمالك ما دفعش هذا المبلغ طبعا المهلة كانت تنتهي في 19/9 فإذا كان نادي الزمالك لم يدفع هذا المبلغ لو اتأخر دقيقة وهنا انا عاوز اقول ملاحظة الفيفا توقيتاته بيعملها بالدقيقة والثانية هو مش الفيفا كان يقدر يقول شهرين صح قال 60 يوم المقصود ب60 يوم الدقة الدقة في المواعيد فاذا كان نادي الزمالك ما دفعش هذا المبلغ بتقوم غرفة طرد المنازعات اللي اصدرت هذا القرار بتحويل الموضوع الى لجنة الانضباط لجنة الانضباط هي بتصدر عقوبة الايقاف بالاضافة الى خصم النقاط الموضوع دوت يعني انتهى تقريبا منقول 10-11 يوم كويس يعني في خلال ايام قليلة كويس اذا ما كانش نادي الزمالك دفع هذا المبلغ هتتوقع عليه عقوبة خصم النقاط بالاضافة الى الحرمان من تسجيل لاعبين ودفع الفلوس برضي
اللي اعرفه يعني او مش اعرفه، انا شبه متاكد ان نادي الزمالك ما استأنفش في هذا القرار، لان من حق نادي الزمالك انه يستأنف في خلال 22 يوم على هذا القرار، لا ده محكمه التحكيم الرياضي في لوزان في سويسرا. انا اعرف ان نادي الزمالك كان بيحاول يحل ودي مع اللاعب وانه يقسط المبلغ. اذا ما كانش الناس اللي في نادي الزمالك مسؤولين عن الامور القانونيه الخاصه بالفيفا ما عندهمش درايه وخبره كبيره، يبقى هيكونوا وقعوا في مطب كبير جدا. اللي عرفته ان هاني زاده مسافر وما اداش اجابه شافيه، المفروض بقى نصر عزام هو اللي يدي الكاس. دفعوا المبلغ ولا لا؟ لكن انا باكد لك اذا ما كانوش دفعوا المبلغ ولم يتوصلوا الى اتفاق مع الطرف الثاني يقبل به الفيفا، الزمالك هيبقى في موقف في منتهى الخطوره. طب سؤال اخير عشان ارجعك تنام تاني. حضرتك هل ينفع الموقع الرسمي للفيفا ينزل خبر ولسه في لسه ودفع او ما دفعش؟ لا. بس الموقع الرسمي للفيفا ما نزلش خبر لسه. الموقع الرسمي للفيفا ما نزلش هذا الخبر. امال مين اللي نزله؟ انا اتصل بيه. لا، المعلومات دي من الخطاب اللي جه في 19/7. المعلومات دي من الخطاب، يعني قالوا لهم لو ما دفعتوش هيحصل فيكم كذا وكذا، هتديهم التسجيل وهيخصم منكم. طب لحظه استاذنك بس في حاجه يا اعداد، الخبر نزل في الموقع الرسمي للفيفا ولا جايبينه من الخطاب القديم؟ ده نزل. اي ما انا عارف، بس انا بتاكد نزل النهارده في الموقع الرسمي يا محمد بيه. لو نزل في الموقع الرسمي شكرا، يبقى الزمالك كالحوا. الزمالك لو وفي ولو حضرتك بتتفرج علينا، لو مش بتتفرج مسامحينك، لو بتتفرج النص اللي طالع على الشاشه دلوقتي نقلا من الموقع الرسمي للفيفا. اذا نزل على الموقع الرسمي للفيفا يبقى الزمالك لو عنده 15 نقطه في الدوري اهو هيبقوا 9، ولن يستطيع نادي الزمالك تسجيل اي لاعب لمده سنه كامله، واتحاد الكوره ملزم بهذا الامر. ما هو صح اللي هي الفترتين. طيب حضرتك العقوبه تنفذ ويدفع ولا حاله دفع وترفع؟ لا، ده هو هيتوقع عليه العقوبه ويدفع كمان. يا ساتر يا رب. قاتل الله. وكمان لو ما دفعش هتزيد العقوبه. شكرا شكرا يا محمد بيه على هذا الايضاح. انا في الاخر عايز اوصل لدي يا كابتن رضا، كابتن فاروق. ما هي مش معنى ان انت بتعمل عقوبه ان انت مش تديله فلوس، انت هتديها له برضه. الدوري راح. عرفت بقى ان ما كانش ينفع اسيب النقطه دي. يا ريت يا جماعه نصر عزام قولوا له يدخل معانا من اجل نادي الزمالك. يعني انا بحاول الزملكاويه اني انا انيمهم مرتاحين بلا قلق، ولكن انا مجبر. نمت من مرتاح. طب اعمل ايه؟ لازم يعرف. هو طبعا في مشكله كبيره طبعا. واعتقد ان اعتقد ان في لغط. يعني انا رايي ان الزمالك اكيد حل المشكله، لان مش معقوله يطلع. انا يعني تتساب المرحله دي. لا الزمالك حل الموضوع بدليل ان خرج المهندس هاني زاده، خرج وتصور صوره مع كريم حسن. قال لي تصور معايا في الحدث اليوم، كانت حلقه كبيره. قال لي يا استاذ عبد الناصر شعري شاد من جدوله الديون اللي على المجالس الثانيه. طيب احنا شلنا الاستاذ علاء حمام ورسلنا في الزمالك، ربما يكون لديه جديد. استاذ علاء حمام السلام عليكم. عليكم السلام استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك والاستاذ الناقد الرياضي الكبير استاذ عمرو الدرديري والكابتن محمد فاروق والكابتن رضا شحاته. ولعت في الاخر، طمنا دلوقتي يا عم عمرو. يا عم اولا بخصوص المساله دي، الناس النهارده كلها دخلت على موقع الفيفا ما لقيتش الكلام ده. والاستاذ هاني زاده صرح وقال ما فيش الكلام ده، ما فيش خصم نقاط من نادي الزمالك. وانا معايا التصريح اهو نصا. هقوله لحضرتك واحده واحده. امال الكلام ده جبتوه من الموقع ازاي يا اعداد؟ استاذ هاني زاده بيقول مفيش خالص مساله ان الزمالك ده تصريح هاني زاده، لكن الخبر نازل على الموقع يا علاء. علاء انا بقول ايوه استاذ. لا خلينا نفرق بس عشان ما نشتتش الناس. الموقع نزل الخبر، هاني زاده بينفي.
يعني الموقع نزل مش ما نزلش. لا الموقع نزل خبر عام مش الزمالك. أيوه خبر عام مجموعه انديه كل الانديه اللي ما دفعتش طبق كذا نادي بما فيهم الزمالك. تمام رد هاني زكي بقى يا استاذ عبد الناصر في نقطه. الزمالك عامل تسويه وعامل خطوات مع اللعيبه اللي ليها مستحقات متاخره. ممكن تكون الانديه الثانيه دي مش عامله اي جدوله او واخده اي قرارات او حل مساله المستحقات المتاخره عليه. يعني الزمالك عامل جدوله مع اللعيبه وبيسدد لها، وكان لسه المواد الثاني ده كان موجود في اسبانيا في عفوا في سويسرا ما كملش شهر والتقى باللعيبه دي ودفع لها فلوس من المستحقات بتاعتها. تصريح عن الزمالك اللي ينطبق على الانديه اللي هي موجوده في الخبر بتاع الفيفا ينطبق على الزمالك. طيب التصريح عن زاد ايه؟ المهندس ثاني زاده بيقول ان الزمالك تواصل مع اللعيبه دي والتقى معاهم مع المحامين بتوعها، وكان موجود المحامي الاجنبي كريسبو، وان الزمالك سددهم جزء من مستحقاتهم، ومفيش خالص اي صحه لمساله ان الزمالك هيتخصم منه 6 نقاط، لان الزمالك في المسائل دي وفي المساله الشائكه دي وفي القضيه دي متفاعل وبيلتقي المحامين وبيلتقي اللعيبه وعلى تواصل مستمر معاهم. طيب يبقى اذا احنا امام خبر جامع على موقع الفيفا. كان اهو الفيفا دوت كوم فوق ارجع تاني كده بس كان حد دي مصداقيه برنامج. ادي الفيفا دوت كوم يا جماعه، وادي خبر مجمع والزمالك اخر حاجه اللي مكتوب عن الزمالك ده ترجمته الفيفا تخصم 6 نقاط من الزمالك وتمنعه من القيد لفترتين في يناير والصيف القادم وفقا لقرار لجنه الانضباط بالفيفا الى اخره. المسؤول عن الملف الهاني بزاده عشان نديله حقه في الرد بيقول اسم الزمالك وسط مجموعه الانديه ربما يكون جاء خطرا، الزمالك مجدول وما عليهوش حاجه الان وفي تراضي بينه وما بين الجميع. انا وصفت الموضوع صح يا علاء ولا غلط؟ لا هو ما قالش الزمالك معلوش حاجه، قال الزمالك متواصل مع الناس وبيسدد لهم مستحقاتهم، واخر كان في لقاء معاهم من شهر في سويسرا والتقى المحامين بتوع اليكسس من دومو ومحامي اجوجو ومحامي الحسن محمد كريم الحسن اللعيب الغاني كريم الحسن ايه؟ كريم الحسن كريم الحسن والتقى اللعيب الغاني كريم الحسن ومحامي بتاعه، وان الزمالك متواصل مع الناس دي وان الزمالك بيسدد لهم الفلوس لما بيكون في مشاكل في الحجز على الارصده او هذه الامور بيبلغهم، ولما بتتفك الارصده بيسدد لهم الفلوس. طيب الكابتن فاروق بيعرف يقرا انجليش؟ لا لا انا هشوف بس. بعد اذنك ده تصريح مقطاطي يا استاذ علاء اللي قاله هاني زاده، مش اقصد كلامك، اللي قاله هاني زاده تصريح مقطاطي لا حسم انه سدد ولا نفى ان في عقوبه. بص يا استاذ عبد الناصر دي فلوس الزمالك عاملها دفعه يعني مجدول الفلوس مجدول الفلوس يا استاذ عبد الناصر، يعني واحد مثلا ليه مليون دولار متجدول مثلا على 5 اقساط كل قسط مثلا ب 200,000 جنيه. في جدال معاك، احنا قدام خبر نزل على الفيفا عايزين تفسيره، لان يتقال الخبر غلط ونزلوا الفيفا غلط واحنا سددنا للناس ويدينا ايصالات السداد عشان نطمن جمهور الزمالك، لا اما الخبر سليم وبكل تفاصيله سليم. لا يا استاذ عبد الناصر، هو ممكن يكون الفيفا ما عندوش فكره عن الجدوله. الزمالك طبعا الزمالك بيجدول مع المحامين والفيفا ما عندوش فكره. غالبا هتبقى في السكه. فاذا كان كده الترجمه اللي موجوده عندك ان هو لحظه يا جماعه نسمع الخبر من الفيفا. لا هو اللي هو 25,000 فرنك في سويسري مفروض كانوا يدفعوا في قبل الديدلاين اللي هو المده المحدده، وفي نفس الوقت خلال 60 يوم اللي هم خلال 60 يوم اوكي، ويبقى في الترانسفير اللي هو وقت الترانسفير مقفول بالنسبه لنادي الزمالك لفترتين. اذا نحتاج الى مزيد من الوقت ونحاول نوصل للمهندس هاني زاده عندما تكون صالح الزمالك. انا الان يا زملكاويه ناموا مستريحين، لا هنقدر نقول ايوه ولا لا حتى ناتي اليكم بفصل الخطاب غيره يا استاذ علاء. يا استاذ عبد الناصر، استاذ عبد الناصر اتفضل. بص حضرتك في ما كويس فيه، كشف المهندس هاني زاده عضو مجلس اداره نادي الزمالك انه لا اساس من الصحه بصدور قرار من الاتحاد الدولي لكره القدم بخصم 6 نقاط من القلعه البيضاء بسبب مستحقات الغامي كريم الحسن،
ونادي مارتيم البرتغالي الذي كان يلعب له محمد ابراهيم في السابق والكاميروني اليكسيس موندومو. واكد عضو مجلس اداره الزمالك ان النادي قدم استئنافا للاتحاد الدولي لكره القدم بخصوص المستحقات الماليه الخاصه بهؤلاء اللاعبين والنادي البرتغالي لتسويه ازمه المستحقات الماليه، كما ان النادي نجح في جدوله المستحقات الخاصه باللاعبين. واوضح يعني زاد انه ايضا يتم حل ازمه الاقساط الخاصه بالثنائي الغاني اجوجو والكاميروني اليكسيس موندومو، وتم التواصل مع المحاميان الخاصان بهما في جلسه منذ شهر. ده التصريح اللي قاله المؤتمر. وانا مصدق هاني زاده حتى اشعار اخر، بس تمام. انا يهمني مصلحه الزمالك، انا مش جايب الخبر عشان انا الاشخاص، انا مصدق هاني. احنا بالخبر موجود، احنا بنقول ان النادي رد على الخبر وقال زي ما الاستاذ عمرو قال ممكن يكون الكلام بتاع الفيفا ان دي مجموعه انديه فحط الزمالك فيها عشان الزمالك عليه مستحقات متاخره، لكن ممكن ما يكونش عنده علم ان الزمالك مجدول الفلوس وبيسدد الفلوس في المواعيد المستحقه للعيبه اللي ليها مستحقات متاخره. متفق معك تماما ومطمئن حتى اشعار اخر، وان كان غير كلام هاني زاده وتصريحه غلط يبقى وقتها يكون لكل حدث حديث، ولكن انا بحب احسم الامور بدون لغط. اذا هاني زاده ينفي هذا الخبر جمله وتفصيلا، اطمئنه هو المسؤول عن الملف. على فكره استاذ نصر هو في ناديين كمان موجودين في نفس والعرب. كله اللي يتم من قطر بنفس يعني ده قانونه او رولز موجوده او في بنفس العقوبات بنفس الخريطات القطري والعربي، ولكن هي بس الارقام بقى مختلفه في الدفع، يعني 25000 ده 90000 كده يعني، لكن هو لكن انا يعني ده اللي موجود. قولا واحدا نفى هاني زاده جمله وتفصيلا هذا الخبر على مسؤوليته الشخصيه. اللي بعده يا استاذ علاء. ماشي، عندنا طبعا احنا امبارح في برنامج كوره بلدنا كان فكر قضيه كبيره واتكلم على هاشتاج ارفعوا الحصانه عن مرتضى منصور. الاستاذ رئيس نادي الزمالك النهارده في البرلمان تحت قبه البرلمان هو امام مجموعه من الصحفيين وبعض النواب، هاجم برنامج كوره بلدنا بعنف شديد جدا. يشكر يا عم. لا ده لسه اقول ان هو هاجمك انت شخصيا برضه فوق دماغي. يشكر يا عم. خلي شكرا دي في الاخر يعني. ماشي. هاجم برنامج كوره بلدنا هجوم عنيف جدا، ويهاجم طبعا مقدم البرنامج ومراسل نادي الزمالك والعاملين بالبرنامج بصوره صعبه جدا. يا بختك يا عم اتهاجمت. اتفضل. يا بختك اتهاجمت. يا بختي. فبنتناول الاخبار العامه، لا يعني اي تصريحات لي اي فيديو هذا ممنوع طبقا للقرار. انا مش بهجر عليك والله، انا اسف ليك يعني. لا مفيش مشكله، احنا كنا هنقول بس ان هو قادر القرار، يعني هو احنا قلنا ان في قرار، هنقول هو رد ازاي على القرار. خلاص هاجم القرار وخلاص. اللي بعده. طب هاجم القرار. تمام ماشي. تمام. السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق قرر ان هو يصاحب معاه احمد رفعت رحله السعوديه. طبعا احمد رفعت لعيب مسجل في قائمه الانتظار، لكن هو واخده معاه السعوديه علشان كنوع من التسويف. في طبعا الزمالك هيسافر السعوديه عشان يلتقي نادي الهلال في مباراه السوبر المصري السعودي واللي هتقام يوم 6 اكتوبر على كاس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. عندنا مستر جروس طبعا النهارده الزمالك لعب مباراه وديه امام فريق الشيخ استعدادا لمباراه الهلال. الزمالك تعادل بهدف مقابل هدف مع كفر الشيخ، وسجل هدف الزمالك محمد ابراهيم من ضربه جزاء، ضربه الجزاء دي كان حصل عليها محمد عنتر. مستر جروس استغل المباراه في منح فرصه المشاركه لعدد من اللاعبين غائبين عن المباراه الرسميه زي الحارس عماد السيد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام واحمد كاماتشو ومحمود عبد العاطي دونجا والمغربي حميد احداد ومحمود عبد العزيز وايمن حفني ومحمد عنتر واحمد مدبولي. مستر جروس اتكلم على المباراه وقال ان تجربه كفر الشيخ مفيده ساهمت في تجهيز مجموعه من اللاعبين فنيا وبدنيا، وقال ان هو ما بيشغلش باله خالص بنتائج المباريات الوديه، يعني الزمالك يفوز في مباراه وديه يخسر يتعادل هو ما بيشغلش باله بالموضوع ده، هو بيستغل المباراه الوديه في تجهيز اللاعبين وتحفيزهم بعد الجمل الفنيه. تمام. وده الهدف، لو اللاعبين حفظوا الجمل الفنيه وارتقى مستواهم الفني والبدني بيكون الهدف في المباراه الوديه تحقق. ومستر جروس اتكلم على لقاء الهلال وقال ان لقاء الهلال السعودي هيكون حماسيا بصوره كبيره جدا لحضور لتوقعه هو بيتوقع المباراه هتكون حماسيا وهيحضرها عدد كبير جدا من جماهير الفريقين،
وهو بلغ لعيبه الزمالك بكده وانه واخد المباراه بمنتهى الاهميه وان المباراه مش بالنسبه له بطوله وانه هيسعى للحصول على هذه البطوله. عندنا خبر ان المهندس ثاني زاده جات لنا معلومه ان هو موجود في اسبانيا من اول امس. طبعا حضرتك عارف ان اللي كان في استدعاء من نيابه الاموال العامه يوم 2 اكتوبر اللي هو النهارده يعني، فعرفنا ان هو ما راحش للتحيات وان هو موجود في اوروبا. عندنا تصريح ولكن محمد ابو جبل مش متاكدين لان الواضح انه كان مع الزمالك في المغرب او تونس يا عمرو. يعني ما عندناك ما يفيد انه في اسبانيا، بس لكن نبقى ادقاء، هي معلومات غير مؤكده وصلت الينا انه في اسبانيا، غير مؤكده، لكن نؤكد على ذلك. تفضل. تمام. عندنا محمد ابو جبل حارس طموح صرح وقال ان الزمالك فاوض بالموسم وان هو يتمنى المفاوضات دي تتبدا ويتمنى العوده لنادي الزمالك، وطبعا هو سعيد بانضمامه للمنتخب وسعيد بالمستوى الفني اللي بيقدمه. تمام. عندنا النهارده في جلسه عملها مستر جروس مع الثنائي محمود علاء ويوسف اوباما، طبعا كان متوقع ان هم ينضموا لصفوف المنتخب الوطني استعدادا لمباراه سويسرا بالتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم، لكن الحظ ما حالفهمش، فمستر جروس عمل النهارده معاهم جلسه نفسيه وطالبوا ان هم يستمروا نفس المستوى ويبذلوا مستوى افضل، يبذلوا مجهود اكبر الفتره الجايه ويضربوا بمستوى افضل علشان يكونوا موجودين مع المنتخب الوطني في المعسكرات المقبله. عندنا برضو خبر مهم، محكمه الجنايات العسكريه النهارده حكمت ببراءه ثنائي من اعضاء رابطه الوايت نايتس الخاصه بجماهير نادي الزمالك وهما سيد مشاغب وياسر بوجي، وكمان حكمت برضو ببراءه ستة اخرين. دول كانوا بيواجهوا تهمه تأسيس جماعة مسلحة اسمها وايت نايت وحرق قاعة امراض وقضية حرق استاد القاهرة وقضية حرق ملعب الهدف، لكن جميع القضايا دي هم خدوا فيها براءة النهاردة. أنا طبعا اتكلمت على موضوع البيان اللي أصدرته اللجنة الأولمبية ضد العميد ثروت سويلم بسبب طبعا مهاجمته للجنة والكلام اللي قاله بخصوص رئيس نادي الزمالك. لم تصدر بيان، هي تقدمت بشكوى. تقدمت بشكوى، بس هو بيان يعني البيان مكتوب فيه ان هم تقدموا شكوى للمهندس هاني ابو رضا رئيس اتحاد الكوره بالاضافه الى شكوى اخرى في البرلمان. شكرا جزيلا استاذ علاء حمام على كل هذه المعلومات. مهم جدا ان احنا نقول كلمه معاكم للكابتن حازم امام، ردود الافعال ما زالت قويه على شطبه. كابتن هيثم فاروق كاتب دايما مختلف حازم امام وكاتب الاسم بالانجلش حازم امام، يعني الراجل كلمه يعني دايما مختلف هيثوم، ده الكابتن حازم امام يعني بيقول لهيثم فاروق انك انت دايما مختلف، فالكابتن هيثم كان كاتب له حازة مالك، كاتب له حازة مالك، يعني انه اسم مندرج في الزمالك لا يمكن لاحد ان يشطبه. جاهزين بالحاجات دي طبعا كانت تطلع للناس ولا لسه؟ استاذ خالد طب ما اتفضل، ما انا بقول اهو انا بس عايز اوريها للضيوف. حازة مالك، فالكابتن حازم بيدعمه بيقول له دايما مختلف هيثوم. طيب عندنا كمان ياسر الشنواني، طول عمرك جدع يا ياسر. الكابتن حازم بيرد على ياسر الشنواني وبعت له قلب. ياسر الشنواني كاتب ايه بقى؟ حازم امام خط احمر لكل من يحاول التطاول ولو بالكلام، مهما تعمل مش هتعمل واحد على مليون من اللي عمله حازم امام وعائلته لنادي الزمالك، ولا عمرك هتتحب من جمهور نادي الزمالك زي حازم امام، معشوق جماهير نادي الزمالك ومحبوب كل جماهير المصريه، الاسطوره خط احمر 14. كمان الكابتن حازم امام بيرد على احمد حسن، ربنا يخليك يا صقر يا محترم. كابتن احمد حسن كتب له من السهل ان تقطف الاوراق ولكن من الصعب ان تقتلع الجذور. حازم محمد يحيى الحريه امام، تاريخ يستحي القلم الا يسجل اسمه بحروف من ذهب مع العظماء وصانع الفرح والتاريخ الذي لا ينسى من صنعوه. ايضا الكابتن حازم امام بيقول شكرا يا نجم للكابتن اسلام الشاطر، الحب في القلوب مش في الورق والكرنيهات، ده كلام اسلام الشاطر.
كابتن حسن المستكاوي حازم امام كتب له شهاده كبيره من حضرتك حبيبي يا كابتن حسن. اما الكابتن حسن فكتب حازم امام، حازم امام ابن حماده امام اللي اخترع له جمهور الزمالك هتاف بص شوف حماده بيعمل ايه، وحماده امام ابن يحيى امام حارس الزمالك ومنتخب مصر، معقول في حد يقدر يشطب 100 سنه من عمر الزمالك؟ عزيز الشافعي نجم المطرب المتألق كابتن حازم بيقول له حبيبي عزيز، اما عزيز الشافعي فقال له انا احب اقول الشرف الحلوين والحلو اقول له يا حلو في عيونه. كريم خطاب كابتن حازم قال له حبيبي يا كيمو، حازم محمد يحيى الحرية امام عمره ما يتشطب من قلوب الناس. اما حازم امام تبلو كريم سعيد من لاعبين مهره ومن اكثر خلق احتراما في تاريخ الكره المصريه حازم امام. كابتن حازم برضه كان بيدعم ابو تريكه، حبيبي يا تريكه شكرا جزيلا يا نجم مصر. اما ابو تريكه فقال له حازم امام تحتاج كتب ومجلدات لتحكي عنه وعن اخلاقه ومدى عشقه لنادي الزمالك، الاساطير لا تلغى ابويتها بل هي خالده في عقول وقلوب الجميع وستبقى عائله امام رمز لكل معاني الحب والاحترام. صاحب صاحبك دايما يا عالمي، ده كتبه حازم لميدو، اما ميدو قال له ولا يستطيع لاحد ايقاف عضويه حازم امام، لغوش لغوش. اخيرا النجم حازم امام كتب لنبيل الحلفاوي شكرا جزيلا على كلام حضرتك، اما نبيل الحلفاوي فكتب لحازم شطب حازم امام، ده احنا لما كنا بنضرب المثل في الاخلاق والموهبه كنا بنقول ابو جريشه والخطيب وزيزو ووليد وحازم امام. كلمة للكابتن حازم يا كابتن فاروق. طبعا حازم نجم كبير، وكيفية التعامل مع النجوم ده لازم يبقى لازم بشكل معين. لكن عمرنا طبعا ما نقدر نمحي تاريخ نجم كبير زي حازم، سواء بقى وجوده كأحد أبناء نادي الزمالك أو وجوده كواحد من أفضل اللاعبين اللي جت في تاريخ مصر في كرة القدم مهاريا واخلاقيا، يعني محبوب بشكل كبير من كل الاهلاويه والزمالكاويه كل طوائف كره القدم وجماهيرها في مصر. بالتالي يعني كل الدعم لحازم يعني في حياته وفي الموقف اللي هو فيه، لان ما يستحقش حاجه زي كده. الموضوع بعيد عن وجوده في نادي الزمالك، لازم يتحل بشكل مختلف عن الاسلوب اللي اتعامل بيه او تعامل بيه حازم امام. يعني كابتن رضا، يعني انا شايف ان الموضوع ده من زاويه تانية شويه، انا شايف ان ده يعني هي حاجه مش هتحصل او حاجه مش موجوده في الهدف منها، حاسس ان هو بياخدنا في سكه تانية او بياخدنا في صح. هو مش الهدف حازم امام يا جماعه، هو الهدف ان انا عايز اعمل حاجه تلهي الناس في حاجه في حازم امام، فالناس كلها تركز في الجزء ده، مش عايز الناس تبص في حاجات تانية. يعني اعمل بوم في شخصيه تعمل بوم. الفكره كلها ما بتبقاش السياسه لعبه مختلفه شويه، احنا ناس عاطفيين بطبيعتنا، احنا كلنا مايلين ناحيه مين؟ المحترم المؤدب ابن المتربي، فده طب انا هشتبك عضويته عشان يدخلك في سكه تانية بعيدا عن الصراعات الجانبيه يعني. فانا شايف ان الموضوع كله حازم امام شخصيه محترمه جدا، عنصر مهم جدا في اللعبه في مصر، تاريخه يشفع له. حته العضويه ومش العضويه احنا قلنا لعيب الكوره شعبيته في قلوب الناس، صح. مش في شعبيته، مش في دخول النادي وخروجه النادي. اتفق معك. فانا ده وجهه نظري في الموضوع ده. كابتن عمرو، حازم امام ده نجم نجوم كره القدم المصريه ونجم نجوم نادي الزمالك على مر التاريخ. حازم امام لاعب كبير جدا، لاعب فنان، لاعب محترم، لاعب مهذب، الكل يشهد لحازم امام في كل شيء. حازم امام يكفيه فقط ان امبارح كان الهاشتاج بتاعه هو ترند على تويتر، ده معناه ان حازم امام في قلوب كل الناس. متفق معاك. الاهلاويه قبل الزملكاويه ساندوا حازم امام، والاهلاويه تفاعلوا مع الهاشتاج، كل الناس بلا استثناء تفاعلوا مع حازم امام. فنانين انا شفت يعني شيء عظيم اللي حصل لحازم امام ده عشان الناس تعرف حجم وقيمه حازم امام. صحيح. انا شخصيا شايف ان ده افاد حازم امام مش اضره، لان حازم امام ده لاعب كبير، اسطوره كره القدم في نادي الزمالك، لاعب اسطوره كره قدم في مصر كلها، من اللاعبين القلائل المواهب اللي جت في تاريخ مصر. فبالتالي حازم امام اخلاق، حازم امام علم، حازم امام ادب، حازم امام فهم، حازم امام عضو في اتحاد الكوره محترم جدا، حازم امام عضو في اللجنه الاولمبيه محترم جدا وله اراء محترمه. لا، حازم امام
ما ينفعش يتشطب، ما ينفعش حد ما يدعمهوش، لان ده حازم امام فنان الشعب، ده حازم امام الامبراطور، ده حازم امام اللاعب الكبير الفز، ما ينفعش التعامل معاه يكون بالشكل ده. طيب عندنا يا جماعه الكلام معالي المستشار تركي آل الشيخ لعهد القنوات السعوديه توقع. طيب خلينا نقول التصريحات التركي آل الشيخ للانتاج الاعلامي، يقطعوا بث القناه الان والانتاج الاعلامي يقطعها بالفعل، توقف بث قناه بيراميدز تي في، بنحاول نجيب لكم اسرار الموضوع. فجاءنا ان معالي الموسيقار تركي آل الشيخ تحدث لاحد القنوات السعوديه، القناة الرياضية السعودية، بنحاول نجيب لكم الفيديو بشكل مفاجئ، وذلك بعد شهرين فقط من إطلاقها في أغسطس. كانت مدينة الإنتاج الإعلامي قد أبلغت قناة بيراميدز بضرورة نقل البث إلى المدينة بدلا من استوديوهات مسك، مع منح القناة مهلة 10 أيام. وجاءت الصدمة من رد معالي المستشار الذي رفض ذلك الأمر ورد قائلا وعلى إيه اقطعوها الآن، وبالفعل تم قطع البث أثناء برنامج ضربة حرة، والذي أن تكون أزمة عابرة، وكل الدعم ليهم وكل المساندة ليهم. خليني أختم مع ضيوفي بكأس مصر، عندي مباريات في كأس مصر وعندي ثلاث تقارير. هل متابع كأس مصر؟ لأن بسألكم سؤال، واللي مش متابع يقول مش متابع لأنه بيتكفل. أنا مش متابع. إحنا القناة الوحيدة اللي بدي أمزح. حلو حلو ده، جميل جدا. جميل. لا متابع كابتن رضا؟ لا كاس مصر، هو في مسابقة اسمها كاس مصر؟ طيب عمتا بدل مش متابعين، انا اعمل معاكم حركة ظريفة. التلات تقارير اللي احنا مسجلينهم نزيهم وبعد كده ناخد النتائج مجمعة دون تفاصيل. ماشي. بس المهم الناس ما نسيناش الغلابة، بس هنتكلم في ايه؟ احنا بنسلم عليهم بس وبنتكلم. يا كابتن عبد الله كنا عايزين نقول حاجه بس على موضوع قناه بيراميدز. اتفضل يا فندم. انا عايز اقول ان الموضوع تم معالجته بشكل غير ناضج من الجميع. يعني جمهور الاهلي هتف ضد المستشار تركي آل الشيخ، وده طبعا كان تصرف غير محمول وغير مقبول. يعني ما حدش يقدر يقبل حاجه فيها خروج عن المألوف، وزي ما بنقول وبنهاجم الزمالك وبنقول ان لما يخرج حد عن المألوف ده كلام مش مظبوط، فاحنا نفس الحكايه. مفيش حد يرضى بالتجاوزات ابدا مهما كان. مفيش حد فينا يرضى بالتجاوزات، فبالتالي ده كان خطا وخطا كبير جدا. الموضوع تم معالجته بعد كده معالجه خاطئه من الجميع، يعني معالجه خاطئه جدا وعدم نضج في التعامل مع الموقف، فبالتالي الموقف تفاقم واصبح يعني الموقف كله اصبح غير ناضج. يعني نقفل قناه ونسحب استثمار، يعني ده برضو يعني لا نرضاه، لا نرضاه. لا وفي تسرع في القرار، فاتمنى ان القرار يعني يعاد النظر. استاذ عمرو، على فكره عدد العماله ربما يكون وصل الى ما يزيد عن 3000 جوه بيراميدز. طيب. كفرقه ومنظومه ومؤسسه. انا والله لا بشتغل في بيراميدز ولا شفتها ولا رحتها، لكن انا بتكلم بامانه. ده الموضوع ده عايز اعاده نظر. نتكلم بامانه. يعني الموضوع عايز اعاده نظر، لان مش معقولة استثمارات بالشكل ده تسحب بالشكل ده. لا، عايزة نوع من التأني، جميع الأطراف تقعد مع بعض، يكون في صوت عقل، الموضوع يعاد فيه النظر من جديد، لان بصراحه انا شايف ان ده مش هيرضى بالخراب. ده في خراب كبير حتى للكره. احنا انا عايز اقول حاجه، ان نادي بيراميدز نفسه اضاف للدوري المصري النهارده. الدوري المصري احنا كلنا بقينا بنشوف الدوري المصري ومهتمين من اول اسبوع، كنا بنهتم في السنوات السابقه من الاسبوع ال 15 20. وخلينا نقول يا استاذ عمرو حاجه، تتفق او تختلف على اسلوب اداره، الا ان المستثمر الرئيسي المستشار تركي آل الشيخ عاشق للبلد، والا ما كانش جاب فلوسه من القاهره كان ممكن يروح اوروبا، وهذا ما لا نتمنى. ليك تعليق كابتن فاروق على الموضوع؟ لا انا بس صديقي وحبيبي استاذ حازم الكليكي طبعا المشهور بعت لي بخصوص خبر بتاع الفيفا نادي الزمالك. بيقول لي الخبر من يوم 19 يوليو، بس عشان هو انذار لسته انديه. انذار لسته انديه واجب الالتزام بالواجبات الماليه بالنسبه للانديه، وبعت لي اللينك الخاص بالخبر بشكر على الفيفا.com. فيعني عشان بس ايه يعني، بس لم تصدر عقوبه رسميه بشكل رسمي. اذا بيقول الدوله لو ما دفعوش هيتعاقبوا بكذا. صح كده؟ وان هو ده الخبر ده من يوم 19 يوليو. طيب بشكر المحترم حازم الكديكي. الخبر ده زي ما قلنا لكم النهارده انتشر في الاعلام المصري، الحمد لله ما سبناكمش غير زي ما وعدناكم طمناكم. الخبر من 19/7 والكلام على ذمه هاني زاده مسؤول الملف، ان الزمالك تحرك
وحل كل المشاكل، وانه لن يكون هناك عقوبات للزمالك لست نقاط ولا عدم قيد فترتين. نطمنكم الزمالك بخير وعافيه والحمد لله، تعاملوا مع الملف بحكمه ولا بد ان نشكرهم على ذلك. ان اكتشفنا غير ذلك وقتها سيكون لكل حريص حريص، ولكن اذا ليس هناك عقوبات على نادي الزمالك لست نقاط ولا فترتين قيد، عشان وعدتكم انكم مش هسيبكم غير لما اجيب لكم في الخطاب. شكرا لمعلقنا العربي الكبير هازم الكبيكي. طيب نروح لمباراه كاس مصر سوهاج واسوان. اسوان يفوز على سوهاج في سوهاج 1-0، يا فرحه مجدي عبد العاطي والسوهاجيه. الزميل عصام محمود كان في المباراه. لا نتيجة في الكاس هي الأهم لسه، يمكن هو كان ماسك ومظبط، بس النهارده ظبط الأداء وفرقة محترمة جدا. احنا مركزين في الدوري، فركنا الدوري على جنب، احنا الحمد لله احنا أول في الدوري، فهنركن الدوري على جنب ونركز في الكاس إن شاء الله، بناخد ماتش بماتشه، فربنا يكرم إن شاء الله في اللي جاي، ويكون إضافة لينا إن شاء الله. المكسب ده خلاص عدينا الماتش الحمد لله بخير وبشر وبكل حاجة فيه. من استاد سوهاج عصام محمود، ومن خلف الكاميرات أشرف سبوتينج وتامر جمال لبرنامج كرة بلدنا. مليون مبروك للسوهاجية، رغم ان للأسوانية، رغم ان انا سوهاجي، حتى بقول السوهاجية رغم ان انا سوهاجي بس زي بعضه. معلش كابتن عصام مرعي من جاي على الكيمياء بتاعتنا، ولكن ربنا يصلح الاحوال في الدوري. مليون مبروك لكل الأسوانية والكابتن مجدي عبد العاطي صديقنا المحترم ومحمد سبك صاروخ اللي عاملين شغل اكتر من رائع مع فريق اسوان. اخذ الرأي الفني مجمع، ولكن خلينا نروح للمباراة التانية. النصر 2 اتحاد الشرطة 2، ولكن خسر النصر بضربات الجزاء الترجيحية 5-3. الزميل احمد كمون تواجد في المباراة وجاء لنا بهذا التقرير. نصر الزلنا بحييك من داخل ملعب نادي النصر عقب انتهاء مباراة النصر واتحاد الشرطة في مسابقة كأس مصر، واللي انتهت بفوز نادي اتحاد الشرطة بركلات ترجيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طبعا على الاداء والنتيجة، الحمد لله برضو تتلعب في الكاس. احنا كنا محتاجين ان الكاس، يعني احنا اكيد مش هناخد الكاس، بس احنا بنعد للدوري، عايزين نبقى شكلنا كويس في الماتشات كلها اذا كان كاس ولا دوري. بس الحمد لله الماتش كان في ايدينا في الشوط الاول، طلعنا الشوط الاول 2-0. الشوط الثاني نزلنا ريحنا شوية، دخل فينا جون من ضربة ثابتة، الجون الثاني ضربة جزاء، فالماتش اتقلب علينا. فبس الحمد لله، يعني الحمد لله على النتيجة وخير، يعني نفكر في الدوري بإذن الله. الدوري أهم طبعا. احنا بنحمد ربنا الأول على أدائنا والنتيجة، احنا شغالين بقالنا أسبوعين شغالين كويس، بس هي النتيجة بتاعت ربنا. احنا عملنا اللي علينا، بس هو يعني يعني قلة التركيز من اللعيبه في الشوط الثاني والطمانينه، اطمنا للنتيجه شويه، كان لازم يحصل كده. الكابتن مكلمنا ان احنا لازم ما نطمنش للنتيجه، بس الحمد لله على كل حاجه، وان شاء الله ربنا يكرمنا في الدوري باذن الله. مثلا كابتن عبد الناصر حبيبي طبعا بيقول دايما موفق ان شاء الله. لا الحمد لله انا بشكر ربنا على النتيجه قبل الاداء. احنا يمكن بدانا بنلعب فرقه تقيله، فرقه كويسه مع كابتن سيد عيد وجهازه، فرقه محترمه، جهاز محترم، لعيبه كويسه، في الاداء عندهم خبرات الدوري الممتاز طبعا وخبرات الدرجه دي. ولا انا يمكن اشتغلنا ان احنا على بعض النقاط اللي هم بيشتغلوا، هم بيهاجموا في وهم بيهاجموا بفرقه منظمه، فرقه بتشتغل شغل منظم جدا. اولا الله يبارك فيك والحمد لله على المكسب. نشكر ربنا والحمد لله احنا حولنا نتيجه الماتش من هزيمه 2-0 لمكسب في الاخر الحمد لله. بنهدي المجلس الاداره وكل اللعيبه والناس اللي جايه ورانا، والحمد لله ان الماتش خلص كده، وباذن الله نكمل في الكاس، لان في لينا هدف ان احنا نصل لاقصى درجه في كاس مصر ان شاء الله باذن الله. والله عداك، واحنا خلاص هو الماتش خلاص كان بقى 2-1، فانت خلاص ركبت الفئه بعد الجون، وخاصه الجون لما تهز. فاحنا الحمد لله بدانا نضغط، بدانا نضغط، فالحمد لله ربنا كرمنا
دخلنا بضربة الجزاء الجون الثاني. والله لو في وقت كمان كنا قدرنا ان احنا نكسب. انت شوف حضرتك مجابات اللعب، لو اول واحده بتاعت اسماعيل جت كانت خلتنا ركبنا الماتش من الاول. الحمد لله والله فضل ربنا، احنا كنا اصلا نازلين من اول الماتش احنا عايزين نكسب وكده، بس الشوط الاول كان فيه سوء توفيق وكده، فالحمد لله قدرنا نرجع الشوط الثاني والحمد لله ربنا كرمنا بالهدف وبعدين تعادل ضربه جزاء، ربنا كرمنا بالفوز ان شاء الله في اخر ماتش ضربات الجزاء. الحمد لله تعب الفرقه والله، يعني تعبانين كل الماتشات، ان شاء الله باذن الله هنروح نلعب الماتش ده وهنكسب برضه باذن الله. الفرقه محترمه واحنا جهاز معانا جهاز فني محترم باذن الله، ربنا هيكرمنا باذن الله دايما. مستمرين معاكم اخر تقرير في كاس مصر قبل ما اخد الرؤيه الفنيه لضيوفي الكرام. طنطا والمصر بالسلوم، المصري بالسلوم 1 طنطا 1، وفوز الكابتن عبد الناصر محمد ويقود طنطا للصعود 4-3. تواجد في المباراه الكابتن مصطفى ابو قمر وجاء لنا بهذا التقرير. عن الاداء ولا عن النتيجه، و يعني ما لهمش عذر، كل شيء متوفر للفريق وللجهاز الفني، كل عوامل النجاح متوفرة لنادي طنطا انه يصعد دوري ممتاز. لكن لما يكون الاداء بالشكل ده لازم يبقى فيه كلام مع اللعيبة، ولازم الجهاز الفني يبقى في كلام منه للاعبين، ان الاداء ده مش مطمئن على الاطلاق. احنا بننافس على مكان واحد في دوري قوي جدا، في انديه كتير قويه جدا وعواصم محافظات وكلها كانت دوري ممتاز، فاذا ما كانش الاداء يبقى افضل من كده يبقى مش هيبقى فيه صعود. بنقول يعني اهي مباريات الكاس بنلتمس العذر فيها، ان فيها بعض التجارب للبدلاء، فيها دفع بناشئين، هو ده المكسب اللي انا شايفه، ان في ناشئ من الناشئين او اتنين موجودين في الملعب النهارده كويسين جدا، ده يمكن المكسب. لكن ان انا اكسب ماتش بالمستوى ده شيء مش مطمن على الاطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا برحب بالكابتن مصطفى وبرحب بالكابتن عبد الناصر. بقول طبعا الحراسه دي موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا اسلام انا عندي موهوب في حته ضربه الجزاء ديت، حارس موهوب جدا، فعشان كده عشان كده انا فضلت اسلام طارق ان هو في ضربات الجزاء موهوب، وهو اللي ان شاء الله هيكسبنا المباراه. طبعا يعني هو التوقع ان احنا عمليه التوقعات في كره القدم يعني مش بشكل يعني مش ده الحساباتنا. احنا كنا راسمين المباراه، حاطين لها مقسمينها على اجزاء، حاطين لها سيناريوهات نشتغل بيها، اذا جاء هدف مبكر كان شغلنا كله على ان ما يجيش فينا هدف، ونحاول قلنا ان بعد 20 دقيقه هنبدا نتحرك ونشتغل. اعتقد الحمد لله ان احنا يعني ادينا مباراه على المستوى التكتيكي كويس جدا، قدرنا نقفل مفاتيح اللعب بتاع طنطا سواء على اطراف الملعب او حتى في منطقه نص الملعب. ادينا مباراه كويسه، اللعيبه بذلوا مجهود كبير، كان من ممكن كمان بالفرص اللي اتاحت لنا خصوصا في الشوط الثاني، وكنا كلامنا مع اللعيبه كده ان احنا في ال 20 دقيقه الاخيره هيتاح لنا فرص وهيحصل اندفاعات في فريق طنطا وهنقدر نروح للجون بسهوله. قدرنا فعلا نروح للجون، لو فيش التركيز بس كان ممكن نوصل لضربات الجزاء، لكن الوصول لضربات الجزاء مع نادي زي نادي طنطا بالامكانيات ديت بالقياس لفريق في الدرجه الثالثه لسه مستلمينه من شهرين، اعتقد ان الامور يعني الحمد لله اللعيبه بذلت مجهود يشكروا عليه الحمد لله. وبصعوبه بالغه تفوز طنطا بركلات الترجيح على فريق المصري بالسلوم ويصعد الى دور ال 32. من ملعب طنطا مصطفى ابو عمر لكره بلدنا. عدنا اليكم اعزائي المشاهدين وبنعاود الترحيب بضيوفنا كاس مصر مع الكابتن رضا شحاته. النتائج ايه ترى يا كابتن رضا؟ شبان انا 2 كسبت انا 1 2-1. بيروت وبني مزار 1 بني مزار. نصر الفكريه وابو تيج نصر الفكريه كسبت 4-0. المنيا وشباب اتسا 3-0. السيد بالجيزه وكوكاكولا كسبت 2. خلي بالك المنيا بيوصل الارقام، عنده اقوى خط هجوم الكابتن الكابتن طارق السيد. بالظبط. عامل على الاطلاق من السنه اللي فاتت. ايوه بيرجع ل 17 هدف في 6 مباريات. بيرجع لطريقه اللعب. لطريقه لعب المدرب على فكره. هو طارق كان بيحب دايما الحته الهجوميه. الترسانه والشمس، الترسانه 1-0. الصيد بالجيزه فاز على كوكولا، فاز على الصيد بالجيزه دي متوقعه. الترسانه على الشمس 1-0 كانت مباراه قويه جدا بيقولوا. ونادي مصر على سيراميكا كليوباترا برضه مباراه قويه جدا كانت. والغابه وبورتو السويس 3-2. القناه والنوبه 2-2.
منتخب السويس وبلديه الاسماعيليه 2-0 فاوس، واكتوبر بشمال سينا 2-0 الفاوس، شباب مينيت سمنود 1-0 على شباب الاماريه، نابارو 2 شباب الامير، شباب الامير نابارو 2-1 على غزه دمياط، بني عبيد وسبورتنج 1-0 لبني عبيد. سبورتنج كاسل اتغلب بعد كده اسمصون وشباب تلا 1-0 لشباب تلا. اتفضل يا كابتن. سيدي سالم وجمهوريه شبين 3-0 جمهوريه شبين، غزل المحله ومطوبس 3 جمهوريه شبين مع الكابتن محمد عامر عمل لهم شكل برضي، غزل المحله برضي على مطوبس عادي جدا. بهتيم تفضل. بهتيم 1-0 على قناطر الخيريه، المنتزه وابو قير الاسمده 3-0 لابو قير، دمنهور وفاركو 2-1 برضو متوقعة. شباب المطامير والجيزة 1-0 للجيزة. الجزيرة ده من أندية مطروح. الجزيرة مطروح. معهم الكابتن كرم جابر صديقنا المرم. دي كل النتائج اللي معانا بتاعت الدور التمهيدي الرابع لكأس مصر. عندنا بعد قليل بعض المباريات في كأس مصر لاستكمال الدور التمهيدي الرابع، هيكون معانا بالتفصيل يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى. طيب المصري بعد ساعات في الكونفدرالية، مباراة مهمة للغاية لازم ناخد رأي ضيوفنا فيها، ولكن خلينا الأول نطير لبورسعيد. عمرو جابر، عمرو السلام عليكم يا عمرو. وعليكم السلام استاذ عبد الناصر، تحياتي ليك وتحياتي للضيوف حضرتك الكرام رضا الشحاته وكابتن محمد فاروق واستاذ عمرو. تحياتنا ليك، اهلا بيك. عندنا تقرير كمان لعمرو جابر، يا ريت يجهز يا جماعه. اتفضل يا عمرو. اختتم اليوم النادي المصري البورسعيدي استعداداته لمباراته الهامه والمرتقبه امام فيتا كلوب الكونغول المقرر اقامتها غدا باذن الله ببورسعيد في الدور نصف النهائي الكونفدراليه الافريقيه. وخلال المران الذي استمر لمده 45 دقيقه حرك الكابتن حسام حسن مدير الفني الفريق على وضع اللمسات النهائيه التي هيخوض بها اللقاء والتركيز على الجوانب الثقافيه والبدنيه ووضع الخطه الملائمه لمواجهه الفريق الكونغولي بعد ان شاهد الجهاز الفني المباراه الاخيره لفيتا كلوب اللي كانت امام نهضه البركان المغربي. وعرفنا استاذ عبد الناصر التشكيل المتوقع اللي هو هيبدا به اللقاء، احمد مسعود في حراسه المرمى ومحمد كوفي واحمد عبد الموجود وشطه ومصطفى مارسيلو وفي وسط الملعب عمرو موسى وفريد شوقي واسلام عيسى وجريندو ومحمود وادي واحمد جمعه. كان بالامس في تمارين النادي المصري كان في لافته طيبه من المجلس الاعلى للشباب والرياضه في غزه حيث حضر تمرين النادي المصري، وكما قام المندوب اللي حضر بتكريم الكابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن ومحمود وادي مهاجم الفريق، واهدى الكابتن حسام حسن الكوفيه الفلسطينيه متمنين لهم التوفيق في المرحله القادمه مع النادي المصري. كان في استقبال طيب لبعثه فيتا كلوب اثناء مرنهم الاول النهارده بالاستاد بورسعيد، واستقبلهم مسؤول النادي المصري بالورود، واستقر النادي المصري على ارتداء اللون الابيض وفيتا كلوب بالاخضر. كان في مؤتمر صحفي النهارده اللي هو المتعود اللي يقام قبل كل مباراه افريقيه، كان صرح الكابتن حسام حسن ان الجميع يسعى بكل قوه لحصد لقب البطوله لاداء الجماهير بورسعيد التي تستحق الفرحه، مشيرا ان النادي المصري يستحق هذا اللقب بعد نجاحه في تجاوز العديد من الفرق صاحبه التاريخ الكبير داخل القاره. اما كونغولي فلوران ابينجي المدير الفني لفيتا كلوب صرح وقال ان النادي المصري لديه العديد من اللاعبين المتميزين امثال اسلام عيسى وجريندو وانه سعيد بالاستقبال الطيب. اخيرا استاذ الناصر، كان النادي المصري اخذ موافقات امنيه بلعب مبارياته القادمه باستاد بورسعيد واللعب امام الفرق القاهريه باستاد بيتروسبورغ، يعني مش هيلعب تاني برج العرب، ده خبر سعيد جدا للبورسعيديه. شكرا جزيلا استاذ عمرو جابر. كابتن فاروق، مباراه قويه جدا امام فيتا كلوب بالكابتن حسام، وعندنا تصريحات خاصه للكابتن ابراهيم كمان. لا في الحقيقه يعني المصري عامل موسم رائع في الكونفدراليه، يعني الطموح كل ماتش بيزيد عن ماتش، وان هو يصعد للجزئيه دي او للدور ده، دي حاجه محترمه جدا من فريق المصري. كل الاحترام طبعا لكابتن حسام حسن باللعيبه اللي معاه، لان كان السنه دي في بعض اللاعبين مشوا اللي هم كانوا لعيبه مميزه عنده حمدي راح بيراميدز، عنده مجموعه من اللعيبه اللي كان بيعتمد عليهم الشامي راح الاسماعيلي، حد كتير يعني يعني مجموعه لعيبه مؤثره، لكن قدر يكون تيم تاني ويرجع لعيبه تاني اللي ممكن لو رونقها، يعني واحد زي احمد جمعه محدش كان يسمع عنه دخل منتخب مصر، محمود وادي واحد من اللعيبه الفراوده المميزه اللي موجودين دلوقتي في الدوري المصري. يعني اعتقد ان كابتن حسام حسن يعني بيحقق حاجات ما حصلتش قبل كده للنادي المصري. نتمنى ان شاء الله بكره
يعني يبقى مباراة تبقى يعني اعتقد ان كل البورسعيدية مستنيينها، كل مصر وكل مصر ابتدت تستنى، وكل مصر معجبة جدا بفريق المصري. خلي بالك فيتا كلوب مطلع نهضة البركان اللي هو اول المجموعة الخاصة بفريق نادي المصر، فبالتالي لا يعني انت بتتكلم ان انت لا هتلاقي فريق قوي، فريق مصري وصل لمرحلة من الطموح خلاص ان هو عايز البطولة، وده حاجة كويسة جدا، والناس كلها بدأت تحلم معهم. ليه لا صح، ليه لا. طيب الكابتن ابراهيم حسن معنا في لقاءات خاصة مع الزميل عمرو جابر لكرة بلدنا. الحمد لله الله يبارك فيك. طبعا يعني وصلنا الحمد لله بعد تعب وحاجات كتيرة جدا، يعني ما جاتش سهلة، يعني جات تركيز بتعب بامكانيات الظروف اللي حصل اللي حوالين الفرقة بحاجات كتيرة جدا، بالنقص العدد اللي عندك في الفريق، يكفي ان كل ماتش السكور بيبقى فيه 3 حراس مرمى موجودين عشان نكمل السكور بتاع الفريق وكده. انما اكيد لما يبقى فيه نجاح ما بيجيش سهل، النجاح لازم محتاج تعب ومحتاج صعوبات بتعديها. فانا بقول الحمد لله، يعني ببارك طبعا لمصر كلها، لجمهور مصر كله وبصفة عامة والجمهور بورسعيد بصفة خاصة، لان هما عايزين يعملهم حاجة، عايزين نفرح ناس هنا، ناس طيبة يبقى قوي يستاهلوا، شافوا صعوبات كتيرة في ازمات كتيرة في مشاكل كتيرة طول عمرهم يعني. فبنحاول والله ان احنا اول حاجة واحنا في اي مباراة سواء جوه هنا في بورسعيد او خارج في ماتشات الافريقية اللي بره، بننزل قدام عينينا، يعني بنحاول ان احنا عايزين نفرحهم وعارفين يعني ايه، انا عارفين حافظين هنا بورسعيد ازاي الفرقه بتبقى كسبانه وبيبقوا عاملين ازاي في الشوارع. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل النقطه اللي جايه، وكل نقطه بنوصلها بنفكر في اللي بعديها، بس اهم حاجه ان نعدي الخطوه اللي جايه دي ان شاء الله، واكيد ربنا ان شاء الله اللي كاتبه اكيد احنا راضيين بيه، بس احنا هنحاول وهنتعب وهنشتغل لحد اخر لحظه، وفي الاخر خلاص النتيجه بتاع ربنا، يعني مفيش حاجه بتعمل لها استعداد خاص، مفيش اي مباراه سواء داخليه محليه او مستوى افريقي، بس اهميه المباراه والنقطه اللي احنا وصلنا لها، الهدف اللي فيه قبل النهائي بيبتدي طبعا بيبقى فيه ضغوط على الجميع وعلى اللعيبه، ان مسؤوليه كبيره، مسؤوليه بتكبر. فانا شايف ان الاستعداد الحمد لله شغالين، امور كلها ماشيه بانتظام، وبنحى سواء التمارين سواء مجموعه اللعيبه الموجوده، الحمد لله معانا المجموعه اللي باقيه اللي هم متأيدين في افريقيا هم اللي هنكمل بيهم، الحمد لله بنحافظ عليهم، والحسام طبعا بيحاول يحافظ عليهم سواء عند جزئيه الاستشفاء بعد المباراه او ضغط الماتشات، او حته ان ممكن نشوف مين اللي ممكن كان يحاول يريحه شويه، بس ما فيش وقت. انما اللي انا شايفه ان هو الاستعداد الحمد لله، اللعيبه متحمس يعني في يبان على وشهم ان هم في مسؤوليه ان شاء الله، زي ما طلعوا رجاله وشالوا حمل كبير قوي في مع اتحاد العاصمه في الجزائر، فانا شايف ان هم ان شاء الله واحنا كلنا مستعدين وجمهور بورسعيد كله مستعد عشان نقدم حاجه كويسه. الفرقه كلها بيخش لها الجماهير بكثافه طبيعي، ما عدا النادي المصري مش عايزين يدخلوا واحد، ونقعد من الازمه نقعد قدام نتكلم يا جماعه لو سمحت عشان خاطر الناس اللي جايه 5 ساعات من اخر الدنيا، الناس دي وهيرجعوا 5 ساعات، معقوله ان احنا نرجعهم كل ماتش؟ يطلع طبعا في مسؤولين محترمين بيتجاوبوا معانا، بس بعد معاناه وبعد ما يزيلوا الناس ويوقفوهم في الشارع، انما في جهات امنيه بتستجيب، بس هو المشكله احنا مش عايزين نظلم الامن في الموضوع، لان انا بقول لك اهو واتحايا حد يطلع من المنظومه يكلمني، لما عايزين يبعدوا يشيلوا عن كاهلهم موضوع يقول لك اصل الامن، نسال الامن الناس تسال الامن واحنا واقفين المباراه، قال لك احنا ما عندناش اي مشكله، بس يجي لنا من اتحاد الكوره فهو المسؤول اتحاد الكوره، انما للاسف بيترمي الحمل على الامن، الامن هيشيل ايه ولا ايه؟ فبرضه دي عشان الناس تحط في الحسبان ان كلمه امن دي بتترمي عشان حد لما يكون عايز يخليك يتوهك، انما هي القصه كلها في قرار في ايد اتحاد الكوره،
مش محتاجه الاسماعيلي يخش الاهلي بيخش جمهوره الزمالك بيخش جمهوره الاتحاد بيخش جمهوره الفرق حتى المؤسسات بتخش جمهور تيجي تقول للمصري لا ده دليل ان انا بقول لك في النقطه اللي انا بكلمك في الاول انك انت مش محضر حاجه مش عامل حساب النادي المصري مش محضر له حاجه او لما انت قعدت عملت اجتماعات كتيره اتكلمت في الحاجات اللي هي ان شايف من 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 في دماغك ان هي دي هو ده وخلاص طنش موضوع المصري ويعني وانا ودي حاجه اللي تزعل ان هو الكابتن هاني ابو ريده راجل بورسعيد يعني اتربى هنا يعني اتربى هنا والواحد اكيد في زي ما انا من 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 حلوان اكيد الواحد اتولد في حلوان وهيموت وهيدفن في حلوان فانت نفس الشيء يا كابتن هاني الناس في بورسعيد طيبين وانت عارف الناس غلابه عايزين الحاجه بتفرحهم النادي المصري وقف جنبيهم شوف الحاجات البسيطه دي قلت قبل كده انا وحسام هتجيب حد اي حد هيجيب سيرتنا في حاجه يغلط فينا مش هسكت فهي ده اللي وصل للناس انت اللي بيني وبينك ولا عايز صلح ولا عايز بتاع اللي انت اللي بيني وبينك انت ان انت ما تغلطش فيا عشان ما غلطش فيك وده اللي انا بعمله الفتره الاخيره انما لو طلع اي حد بما فيهم هذا الشخص لو طلع قال كلمه ولا غلط فيا انا وحسام يبقى فتح جهنم عليه انما انا اهو بكلم انا عندي عهدي اني ادام انا ما بجيبش سيرتك ولا ما بتجيبش سيرتي انا وحسام مش هجيب سيرتك في حاجه ولا هعلق على حاجه ويكفي ان الظروف والايام بتثبت للناس كل واحد مشاكله شكلها ايه وهتحل ازاي يعني مستمرين في مباراة المصري وبيتا كلوب المهمة جدا ولكن بعد رأي الكابتن محمد فاروق المهم وتأكيده على الطموح المشروع كابتن رضا شايف الماتش ازاي بعد ساعات انا شايف ان الماتش هيبقى صعب شوية على النادي المصري ولكن طموح حسام حسن واضح قوي مع اللعيبة وواضح في شخصية نادي المصري يعني انا بشوف المدرب الشاطر دايما اللي بيفرض شخصيته على الفرقة يعني تحس ان حسام حسن موجود في الملعب اي مدرب بيقدر يوصل دار اللعيبة يبقى مدرب شاطر هو عنده الحتة دي من ساعة ما مسك نادي المصري يمكن كان عنده مشاكل شوية ان النادي المصري ما كانش بيحتك في افريقيا او الالعاب اللي هي الطموح اللي كان محدود في النادي المصري شوية بعده عن البطولات الافريقية ولكن الفترة اللي فاتت الاحتكاك الكتير والحافز اللي بيوجده عند اللعيبة باستمرار خلى اللعيبة اتغيرت في البطولة دي وشكلهم واضح في الملعب والشخصية موجودة يمكن انا بس بشوف الكابتن ابراهيم دايما وهو عصبي بقى يعني عايز اقول له ده مش انت يعني انت مش ابراهيم حسن وحسام حسن دول وحسام خلي بالك طيبين جدا الاثنين اطيب اثنين شوف في حياتك والله العظيم ولكن بشوفهم دايما في المشاكل عصبيين قوي فبقعد مش عارف لو انت بتشجعني مش كده لا تقبل الهزيمه في الطاوله يا كابتن فاروق بالظبط كارثه تكسبه في الطاوله دي كارثه تاني لو هتلعب اي حاجه لو هتلعب اي لعبه بلاطات بلاي ستيشن ولا كابتن حسام يقول لي ايه ده ما بتغلبش تغلب اوعى تعمل لك مشاكل بالظبط تفوز عليها ما بقدرش بص انا لا مش هروح ايوه يا فاروق يا كابتن حسام خلي بالك بيسر ده خلاص ده كان زمان دلوقتي ما بنلعبش ساعه خلي بالك كابتن حسام اول واحد يعني لعبت جنبه في النادي الاهلي اتعلمت منه كتير طبعا وكان شخصيه كمان يعني يمكن انا الفرد الوحيد اللي كان بيحبني انت فاهم كنت حسيت انت عارف ايه في ناس تبقى قريبه منه كده فكان كان محمد وانا شفت انا كنت باجي لكم الاستاد انت الوحيد اللي كنت بحس انه بيتمنى انك تجيب جول لا ايوه وبعدين يعني فاهم يعني كنت برضو ايه يعني انا وهو يعني بنعرف نتعامل في حته ان انا بديله انا كنت عشان برضو دماغه كوره ده هو بيحب الفرد اللي جنبه يبقى برضو عشان كده بيعرف يتعامل كان مع فيليكس لان فيليكس كان عنده الحته دي عملوا احلى دويتو مع فليكس صحيح خلي بالك انا اشتغلت معاك كمان كان مدرب اما كنت لعيب في اتصالات وكابتن حسام كان مدرب فاكر مصيدة اتصالات طيب قبل ما اخد راي عمرو ما زلنا مع المصري ولكن هذه المره مباشره مع عمرو جابر ومجلس اداره النادي المصري تفضل بدايه برحب بحضرتك وبرحب بالاستاذ الفاضل عبد الناصر زيدان وطبعا الف مبروك لشعب بورسعيد وجمهور النادي المصري على الصعود طبعا للمباراه قبل النهائي في الكونفدراليه
وان شاء الله احنا عندنا هدف ان احنا نتجاوز هذه المباراه وان شاء الله وناخد البطوله. ده هدفنا وده هدف الجهاز الفني ان احنا ناخد بطوله تفرح جمهور بورسعيد وجمهور النادي المصري اللي احنا نفسنا يفرح. عندنا جهاز فني محترم كده كابتن حسام والكابتن ابراهيم، عندنا لعيبه محترمه واثقين فيهم وان شاء الله يحاول هدف المطلوب منهم والفوز بالمباراه ان شاء الله. طبعا هي مباراه صعبه، يعني انت دلوقتي الاربعه الموجودين دول يعتبر من اقوى اربع انديه في افريقيا، ودي مباراه صعبه وكل مباراه لها ظروفها، وهي طبعا احنا زي ما قلت لحضرتك احنا واثقين في الجهاز اللي عندنا كابتن حسام والكابتن ابراهيم واللعيبه ان هم يعدوا المباراه. احنا الحمد لله بنستعد من بعد مباراه دور الثمانيه، كان عندنا ماتش في الدوري، كابتن حسام عمل معسكر مغلق لفرقته، شغالين تمرين كل يوم ان شاء الله باذن الله نادي اداء كويس يلقى قبول الناس، وان شاء الله نقدم اداء يشرف النادي المصري ويشرف مصر. وواثقين جدا في لعبتنا وفي جهازنا الفني ان احنا نقدر نتخطى مباراه قبل النهائي ونوصل النهائي ونحقق البطوله اللي بيحلم بيها كل بورسعيدي وكل مصر، ونحققها وتبقى هديه مننا لجماهير بورسعيد ان شاء الله. النادي المصري الحمد لله ماشي بخطى ثابت بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم مجلس الاداره برئاسه المهندس سمير حلبيه. عايز اقول يعني النهارده الفرقه الحمد لله قياده فنيه على مستوى عالي جدا، كابتن حسام حسن يعني حاجه جميله وحاجه مبهره طبعا، وعامل شغل عالي جدا طبعا مع الفريق. ويعني عايز اقول لك ان جهاز فني محترم على قدر المسؤوليه، ربنا وفقنا في المباراه الجايه ان شاء الله بامر ربنا سبحانه وتعالى. المباراه من هنا من ملعبنا في بورسعيد وسط جماهيرنا الغفيره المحترمه اللي بتشجع النادي المصري طول ال 90 دقيقه، فان شاء الله بامر الله نقدر نسعد ونفرح جمهورنا باذن الله. الجهاز الفني كابتن حسام كابتن ابراهيم عندهم اصرار غير عادي، وزرعين حته الطموح في اللعيبه، وشايف اللعيبه عندها طموح غير عادي. يمكن هم خدوا مشوار كبير في الكونفدراليه، شايف اصرار في عينيهم ان هم عايزين ياخدوا البطوله. خدنا قرار مجلس اداره ان احنا ان شاء الله هنلعب في بورسعيد. يمكن الماتش اللي فات بتاع اخر حاجه بتاع الجيش، يمكن الجمهور تعب جامد الماتش ده، وفضل 3 ساعات واقف بره، ومدير الامن جه واتكلم معانا، كان عايز شركه امن واحنا كنا عارفين في ساعتها، فكان الموضوع كان كبير شويه على الجمهور، فالجمهور طلبنا بالموضوع ده. احنا يعني ده ذنب، احنا بقالنا 5 سنين دلوقتي اخدنا وقع علينا ظلم، بقالنا 5 سنين، احنا بقالنا 7 سنين دلوقتي ما بنلعبش على استاد بورسعيد. فاحنا ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه باذن الله كمجلس اداره، احنا بعتنا فاكس النهارده لاتحاد الكوره اللي احنا ان شاء الله في ماتش المقاولين هنلعب هنا في بورسعيد ان شاء الله، ولسه ما جاش الرد، فاحنا مستنيين الرد باذن الله ان شاء الله. عندنا الشباب متحمس قوي عندهم فكر بحلم عايزين يحققوه، وان شاء الله باذن الله ربنا يكون معاهم يحققوه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل المباريات بعد التوقف ان شاء الله باذن الله في شهر اللي هو في شهر 18 ان شاء الله هتكون في بورسعيد بالنسبه لماتشاتنا، وفي القاهره بالنسبه لماتشات خلاص ان شاء الله. عمره ما كان في مشاكل مع الجمهور بتاعنا، بالعكس الجمهور بتاعنا اثبت ان هو يعني اقل حاجه 10-12 ألف واحد في مباريات الكونفدراليه، يعني اثبت لمصر كلها ان هو قمه التحضر والرقي والالتزام. كان في اجتماع النهارده مع الجهاز الفني، وان شاء الله في اجتماع تاني بعد الماتش الجاي ان شاء الله باذن الله اللي هو 23، وهنشوف احتياجات الجهاز الفني وان شاء الله نحققها باذن الله. بقي لنا 5 دقائق بالتمام والكمال، طولنا عليكم النهاردة شوية وأخرنا ضيوفنا، ولكن خليني أطير إلى الإسكندرية مع الزميل ممدوح الكواليني، وكلنا بندعو الله عز وجل أن تكون سهرة الأربعاء فرحة للبورسعيدية وفوز للمصري كبير يطمئنه في مباراة العودة في الكونفدرالية، ويصل إلى النهائي بإذن الله تعالى مع العميد، ونفرح كلنا مع أهالي بورسعيد. ممدوح الكواليني من الإسكندرية، ومبروك النهاردة فوز بشق الأنفس في الدقيقة 94-2-1 يا ممدوح. الله يبارك فيك استاذ عبد الناصر، لكل جماهير نادي الأهداف يا ريت يا جماعة. تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي برنامج كرة بلدنا قناة ال تي سي، وتحياتي للناقد الرياضي الكبير الأستاذ عمرو الدربير
وتحياتي النجمي مصر الكابتن محمد فاروق. حبيبي يا ممدوح. حبيبي يا كابتن فاروق. حبيبي طبعا اغلى وانت كمان والله يا كابتن اغلى ثلاث نقاط حصل عليها نادي الاتحاد السكندري اليوم بعد فوزه على الجونه في الجوله التاسعه لمسابقه الدوري الممتاز. طبعا تقدم الاتحاد بهدف كريم الديب في الدقيقه 38 وتعادل احمد علي في الدقيقه 90 واحرز جده هدف الفوز في الوقت بدل الضايه. الغريب استاذ عبد الناصر ان في هذه المباراه هتافات جماهير نادي الاتحاد السكندري ضد لاعبي الفريق قبل المباراه واثناء المباراه وبعد المباراه بالرغم من فوز نادي الاتحاد السكندري. يمكن وقف عندها الكابتن حلمي طولان عقب المباراه وقال لابد من جماهير الاتحاد السكندري اللي هي تساند اللاعبين ما تمثلش ضغط عليهم. خلي بالك انا كنت حزين جدا يا ممدوح بعد هجمتين ثلاثه للجونه مجموعه من اللي يعني سوري يعني بعد ربع ساعه تقعد تهتف وتقول خلي عندك دم العب بقى يا عم وما عداش 17 دقيقه من الماتش. بالظبط استاذ عبد الناصر واللاعبي الاتحاد في الاحماء كان في تفات ضدهم حاجه غريبه النهارده في مدرجات استاد اسكندريه. ويمكن وقف عندها الكابتن حلمي طولان عقب المباراه واكد ان لابد من مسانده جماهير نادي الاتحاد السكندري لفريقها. وايضا الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكوره قال ان لاعبي نادي الاتحاد السكندري طلبوا منه اللعب في استاد برج العرب لان الجماهير بتمثل عليهم ضغط كبير. لكن الكابتن حلمي طولان قال ان كانت مواجهه صعبه ومواجهه امام فريق قوي فريق الجونه واهم شيء نقاط هذه المباراه لان العوده مره اخرى الى الانتصارات. وقال ان كريم الديب ونور السيد من نجوم هذه المباراه وطالب جماهير الاتحاد السكندري بالصبر على خالد قمر لان هو اثناء المباراه صادفه طبعا سوء حظ كبير وقال لابد من المسانده. عايز اقول لك استاذ عبد الناصر ان طبعا نادي الاتحاد السكندري سيواجه الاهلي يوم 7 اكتوبر القادم واحتمالات عوده ويلسون من الاصابه احتمالات كبيره لكن هيغيب عاشور الادهم. وعقب مباراه الاهلي في ايقاف الدوري الممتاز هيكون في مباراه للاتحاد السكندري في الدوري يوم 20 امام بتروجيت لكن هيكون اثناء التوقف في مباراه للاتحاد السكندري في كاس مصر لان القرعه هتكون يوم 4 اكتوبر. عايز اقول لحضرتك استاذ عبد الناصر سريعا ان فريق كره السله بنادي الاتحاد السكندري يتالق اليوم في لبنان في البطوله العربيه ويفوز على النصر السعودي في اولى مبارياته 108-72. يمكن نادي الاتحاد السكندري بقياده رئيس النادي الاستاذ محمد مسلحي دعم فريق كره السله للعوده مره اخرى للامجاد والاتحاد السكندري سيواجه بيروت اللبناني غدا في ثاني مبارياته في النهارده الاربعاء بقى اليوم الاربعاء يا استاذ عبد الناصر. طبعا احنا الساعه 3 والنصف فخلاص صباح الاربعاء. عايز اقول لحضرتك سريعا طبعا نادي سموحه بيواصل تدريباته تحت قياده علي ماهر في ملعب النادي لمواجهه وادي دجله في الدوري يوم 7 اكتوبر. طبعا هو مباراته مع المصري تم تاجيلها لانشغال النادي المصري ببطوله الكونفدراليه والكابتن علي ماهر بيواصل تدريباته مع الفريق استعدادا لواجهه وادي دجله. وفي حزن شديد في نادي سموحه بسبب اصابه طبعا لعنه الرباط الصليبي بالطارق سمار. يمكن الموسم الماضي كان في 7 رباط صليبي عند اللاعبين. النهارده في حزن شديد لاصابه عصام ثروت الحارس القادم من الاسيوطي بالرباط الصليبي. طبعا انضمام محمد ابو جبل للمنتخب المصري واكيد طبعا الحارس الاحتياطي سيشارك في مباراه كاس مصر القادمه. شكرا جزيلا استاذ شكرا استاذ ممدوح الكواليني. ومن الاتحاد نختم بالاسماعيلي والاسماعيليه مراسلنا هناك الاستاذ محمد مظهر. محمد مظهر مساء الفل. مساء الفل استاذ عبد الناصر تحياتي ليك وتحياتي للاستاذ عمرو وكابتن فاروق وكابتن رضا شحاته. النهارده النادي الاسماعيلي اصدر قرار ان الكابتن احمد صالح والكابتن احمد سلمان هيمثلوا النادي الاسماعيلي في قرعه كاس مصر يوم الخميس المقبل. كمان النادي الاسماعيلي هيعود لتدريباته يوم الخميس استعدادا لمباراه كاس مصر اللي هتحددها القرعه يوم الخميس. المهندس ابراهيم عثمان
النهارده اصدر تصريحات وقال ان مجلس الاداره لم يستقر حتى الان على اختيار المدير الفني الجديد، وظهر بقوه اسم الكابتن ايهاب جلال اللي بالفعل تحدث مع مسؤول النادي الاسماعيلي وقال لهم ان انا عندي شرط جزائي ب 150 الف دولار. بتاع ايه الشرط الجزائي ده؟ بتاع النادي الاهلي الليبي. يا ساتر، يعني الشرط الجزائي اللي في عقده هو مدير فني نادي اهلي طرابلس، يعني كان يجيهم لازم الاسماعيلي يدفع المبلغ ده. بالظبط ده الكلام اللي فاكيد تم صرف النظر عن ايهاب جلال. يعني من ضمن الاطروحات وكان يعني الكلام معاه بقوه يعني وكان الراجل مرحب جدا، ولكن طبعا 150 الف دولار يعني حوالي يعني مبلغ كبير جدا النادي الاسماعيلي يدفعه، والمبلغ بيبقى يعني زي ما بيقولوا طاير كده اهوت في الهواء. كمان كابتن خير الدين مضوي النهارده تم تعيينه مدرب مديرا فنيا لمولوديه بجايه جزائري. اخيرا اخر خبر معانا، نقابه المهن الرياضيه بتطالب بالنادي الاسماعيلي بسداد 6 مليون جنيه. ال 6 مليون جنيه دول اللي هم مديونات النادي الاسماعيلي من خلال نقابه المهن الرياضيه، بيبقى ليها جزء من يعني قيد اللاعبين الاجانب. الكلام دوت من سنه 2005 يعني حوالي 13 سنه. قيمه هذه المديونيه وصلت 6 مليون جنيه. شكرا جزيلا استاذ محمد مظهر. اخيرا نذكركم بمباريات الاربعاء ان شاء الله باذن الله. سيكون معنا الاربعاء مباراه البيراميدز وبتروجيت في الدوري المصري، وانيمبا والرجاء البيضاوي الساعه 3. اما الساعه 9 صباحا مساء اليوم المصري مع فيتا كلوب. بكل التوفيق للنادي المصري، ووجبه ممتعه ستكون معكم مساء الليله الاربعاء. كابتن الكبير حماده صدقي سيكون معنا في الاستوديو، والنجم الكبير الكابتن حسام غويبه، وصديقنا العزيز الكابتن عماد درباله معنا في الاستوديو في فقره مهمه جدا، وكمان هيكون معنا جزء عالمي مهم. كابتن فاروق كلمات اخيره. لا انا سعيد طبعا بوجودي معاك يا استاذ. انا عارف انك انت تخلصت عليا. عندك دوام بدري وانت ملتزم. خلي بالكم يا جماعه، فاروق ملتزم جدا، يعني بيروح الشغل قبل ميعاده، مش زي النجوم اللي بيناموا. شغال مع الصينيين ما بيرحموش. مريح اليومين دول عشان خاطر. لا والله مريح مريح. طب الحمد لله. انا سعيد بوجودي معاك يا عبد الناصر، يمكن لاول مره ابقى موجود معاك، وربنا يخليك. بحترم كمان رايك في جزئيه مهمه انت قلتها، حته الاعلام، وسعيد ان انت تتكلم في جزئيه كده ان احنا مفروض احنا نعالج المشاكل بدون اثارتها، وده مهم جدا جدا. بحييك، برنامج نسبه مشاهده ربنا يخليك عاليه جدا، وسعيد بوجود رضا ان اشوف النهارده استاذ عمرو. طبعا حلقه ممتعه، قعدنا كام 4 ساعات؟ حرام عليك. اشكرك طبعا. كابتن رضا كلمات اخيره. انا مبسوط جدا كنت معاكم النهارده، ويا رب نكون خفاف على الناس كده، والناس كانت مبسوطه بالحلقه يا رب. النقطه بس كده بسرعه، دايما كل البوزيشن بتاعك ما بيكبر او كل منصبك ما بيكبر لازم تخلي بالك من كلامك. صح، كل ما مكانك بيكبر خلي بالك من كلامك، لان كلامك بيبقى مسموع قوي، ردود افعاله بتبقى عنيفه جدا. فخلي بالك اي مسؤول او اي حد كل البوزيشن بتاعه ما بيعلى يخلي باله من كلامه، لان دي بتعمل ازمه، وهي اللي احنا المشاكل كلها اللي احنا فيها سببها ان الناس اللي صح. هي المسؤوله هي اللي بتقول الكلام. فيا ريت نبدا نهدى عشان الامور كلها تهدى مع الناس كلها، فاتمنى ان ده يحصل. كابتن استاذ عمرو الدردير كلمات اخيره. لا كلمتين مش كلمه واحده. اتفضل. انا عايز يعني ما اتكلمتش على حسام حسن. حسام حسن ده مدرب كبير جدا. حسام حسن مرادف للنجاح هو ابراهيم حسن. الحقيقه الشغل اللي عاملينه في النادي المصري شغل كبير جدا، بصماتهم وضحت في كل لاعب، كل لاعب بشوف فيه حسام حسن في النادي المصري. الحقيقه حسام حسن يستحق عن جداره بطوله ان شاء الله السنه دي هو النادي المصري. حسام حسن يستحق لقب افضل مدرب
فعلا في مصر، هو واحد من افضل المدربين في السنوات الاخيرة. بتمنى له التوفيق، ويا رب يا رب المصري يكسب بطولة يا رب ان شاء الله السنة دي، ان شاء الله يعدي بكرة عقبة فيتا كلوب، وهو مباراة صعبة لكن ان شاء الله المصري قادر. وانا مطمئن للمصري، انا يعني بخاف على المصري في المباراة الاولى، مباراة الذهاب اللي هي في مصر، لكن الحمد لله النادي المصري بره مصر بيلعب احسن واحسن واحسن، وبيبقى عنده روح كويسه. فانا مش يعني خايف من المباراه الاولى، مش خايف من المباراه الثانيه ان شاء الله. حسام حسن نشوفه بادائه الرائع مع النادي المصري، ونشوف النادي المصري يكسب ويفوز بطوله اربعه. دي مش عايزنا نختم دي الحاجه الاولى. خلاص معلش يا كابتن محمد، اخر اخر حاجه ان انا سعيد بجد بوجودي معاكم. سعيد بالكابتن محمد فاروق حبيبي وصديقي محمد فاروق، انا بحبه طبعا جدا. كابتن رضا شحاته شخص جميل ولطيف ومهذب، وزي ما هو كان لاعب مهذب وجميل وكان ساحر، هو برضو ساحر، برضو سحرنا في العادة القلوب العذارة محمد فاروق. طبعا لو هتروض حدوته أخرى. أخيرا الكابتن عبد الناصر طبعا بشكره جدا، بشكر البرنامج، بشكر القناة الحقيقة، يعني أسروا الحياة الرياضية والبرامج الرياضية ببرنامج رائع جدا، كل الناس بتتابعه، نسبة المشاهدة فعلا كبيرة. أنا شخصا حريص إن أتابعه، وبيتعبني عبد الناصر لغاية ما يقعدني للفجر. لا انا لسه حاليا في دجله وبتعامل معهم مباشر طبعا مع اولياء الامور، الحمد لله ان ده رد فعلهم يعني الحاجه كويسه. دي ما اكيد التعامل محترم الحمد لله. وبيقول لك معاك ابنك عمر خير خليفه. الحمد لله عندي عمر. ربنا يكرمك. ربنا كل الشكر والتقدير للنجم الكبير محمد فاروق على هذا الحضور المشرف في كرة بلدنا، وكل الشكر والتقدير للكابتن رضا شحاتة، وكل الشكر والتقدير لناقدنا الرياضي الكبير رئيس تحرير الأهرام سبورت إلكترونيا الأستاذ الكبير عمرو الدردير. كنت معكم على مدار هذه الحلقة في تمام 11 مساء، يتجدد اللقاء. يا رب النصر للمصري البورسعيدي. مليون تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.